السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم خيرات ونعيم وأمان واطمئنان على الدوام. يا أهلا بكم جميعا، ونحن الآن على الهواء مباشرة، أول مرة أعملها بالمنظر ده على انستجرام وعلى الفيسبوك في نفس الوقت. وإن شاء الله اللي بيسأل هل هتنزل أونلاين، أو بإذن الله يعني إن شاء الله بس بعد ما تخلص أسجلها وتنزل أونلاين إن شاء الله. سامعين صوتي كويس كده؟ يا أهلا بيكم ومرحبا، وأهلا بكل الناس الرائعين. خليني بس أفتح عشان أبقى شايف الرسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. بكم ومرحبا، وأهلا بكل الناس الرائعين. إيه بس 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 إيه الأخبار؟ كيف أو يعني احمي نفسك طاقيا من كورونا، الاسم اللي عامل يعني كلام ونقاشات ما بين مؤيد ومعارض، وما بين ناس كتير شايفة ان ممكن تكون خزعبلات او ممكن تكون كلام حقيقي. في ناس بيحبوا يتبينوا وبيحبوا يعرفوا الحقيقة فبييجوا يسمعوا، اكيد موجودين معانا. فاهلا بكل انسان، ان شاء الله اوعدكم باذن الله نيتي اني اعمل حاجة تكون مفيدة جدا في ظل هذا التخويف والقلق والمشاكل اللي عماله تحصل بصوره مبالغ فيها، والاشاعات والقرارات اللي بتحصل من دول كتير. فاللي حاسس ان الصوت عنده ضعيف يحاول يعليه او يقرب شويه، لان احنا ظابطين الصوت والليفل بتاعه كويس ان شاء الله، ما فيش مشكله. طيب، اولا خليني الاول اشرح بصوره سريعه كده، يعني انا اللايف عنوانه احمي نفسك طاقيا من كورونا. طاقيا يعني ايه؟ وطاقيا بقى طاقيه وطاقيه لخفه والحاجات الحلوه اللي بعض الناس ممكن تكون بتفكر فيها او بتستخدمها وسيله للسخريه. اللي بيقول لي بحبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه، وكل عام انتم بالف خير، وان شاء الله تستفيدوا. ركزوا معايا في البث بقى، بعيدوا عن الاسئله شويه عشان الكلام مهم ومفيد وفي عملي ان شاء الله كتير. اول حاجه، هو ايه كلمه طاقه دي؟ وعشان احمي نفسي طاقيا يعني ايه؟ اولا الطاقة اللي بتبقى في الجسم في ترمومتر ربنا مديهولنا بيخلينا نستشعر نوع الطاقة اللي موجود حاليا، اللي احنا بنسميه المشاعر. حلو كده؟ اللي انت بتبقى حاسه من مشاعر ده التجلي الحسي للطاقة اللي موجودة الان جواك. وياريت تجيب ورقة وقلم عشان في حاجات عملية هنتكلم فيها، وهتكلم في 7 خطوات عملية بإذن الله لما هتعملها هترتفع طاقتك جدا، وبالتالي مناعتك تبقى عالية، وبإذن الله هتحمي نفسك بصورة رائعة ممكن تكون يعني مفاجأة ليك ولكل من حولك في حاجات كتير. وأنا عن نفسي بطبقها، وأقول معلومة مهمة جدا، إن فيروس الكورونا هو يعني ابن عم فيروس البرد، فاللي هيطبقها مش هيجيله برد، وهيقعد بعد فترة البرد يقل لغاية ما يختفي من عنده خالص، واللي مش هيصيبه البرد أكيد لن يصاب بكورونا. حلو كده؟ لأن الفيروسات هنتكلم في معناها بعد شوية. فكلمة طاقة بتتولد من الأفكار وطريقة التفكير اللي عندك، فأقوى مولد للطاقة عند الإنسان هو التفكير. خلاص كده؟ ده أقوى مولد. يليه على طول التركيز. يعني إيه الكلام ده؟ يعني انت مركز على ايه ذهنيا، فتركيزك بيسحب طاقة من الشيء اللي انت مركز عليه. رقم 3، الحركات الجسدية اللي انت بتعملها، انواع الحركة اللي جسمك بيعملها. رقم 4، الغذاء اللي انت بتاكله. خلاص. رقم 5، المكان اللي انت فيه. رقم 6، الزمان اللي انت فيه. فدول حاجات مهمة جدا لأن الجسم يكون بيستفيد من الطاقة المحيطة. حلو كده؟ الأفكار اللي أنت بتفكر فيها، هعيد بسرعة تاني واللي عايز يكتب يكتب، الأفكار اللي أنت بتفكر فيها. خلاص. التركيز والانتباه اللي أنت منتبه له، أنت مدي انتباهك لإيه؟ وركز كويس قوي في الحتة دي، الحركات الرياضية اللي بتعملها، الغذاء اللي أنت بتاكله، المكان اللي أنت فيه، الزمان اللي انت فيه. حلو. كل حاجة من دي بتفيد الجسم بطاقة، اما طاقة سلبية واما طاقة ايجابية. يعني مثلا الناس اللي بتفكر افكار فيها خوف وفيها رعب بتولد طاقة خوف وطاقة رعب في الجسد، يوم انت جسمك هيحس مشاعر اللي بنسميها مشاعر الخوف.
لما تبقى خايف ومرعوب ومتوتر، ايه اللي بيحصل؟ ده معناه ان في عندك طاقة خوف موجودة، قد تكون بسبب ان انت عمال تفكر في افكار مستقبلية مخيفة، او مركز على شيء مديله انتباه، زي ما الاعلام للاسف ركز والناس في السوشيال ميديا ركزوا على الاشاعات والكلام السلبي للاسف، فبقوا مركزين على نسبه الناس اللي اصيبوا بالمرض، مركزين على عدد الناس اللي ماتوا، تركيز سلبي كم على سرعه انتشار المرض. وبالتالي بمجرد تركيزك وبنسبه تركيزك على الشيء السلبي، جسمك بيشحن هذه الطاقه وانت مش منتبه. وخلي بالك عشان دي حته مهمه قوي، ان اللي انت بتركز عليه فتره طويله بياخد الطاقه منك وبيديلك. بمعنى عارف يعني، لان الطاقه هي عامله يعني بيحكمها قانون الذبذبه. وهقول معلومه مهمه قوي قوي بعد شويه في ابحاث مذهله حاليا عامله يعني طفره في العالم، وبتقود ابحاث كتير في جامعات، هقول بعضها ان شاء الله لانه مبهر ومذهل جدا ويحفزك بصوره رائعه باذن الله. وهدي لك بعض الكيوردز لو عايز تبحث وتتاكد وتضيف معلومات، لان الموضوع كبير فمش هقدر اغطيه في اللايف ده. عارف لو احنا جبنا كوبايتين، كوبايه ميه سخنه وكوبايه ميه ساقعه، وحطيناهم جنب بعض، لزقناهم جنب بعض كده او حتى بعيد عن بعض شويه، وسبناهم واحده بتغلي وواحده عاديه، بعد فتره هتلاقي العاديه بخدت سخونه. ليه؟ لانها خدت من الطاقه الحراريه للكوبايه السخنه. حلو كده؟ انت كده بالظبط. انت لما تكون بتفكر في افكار سلبيه، بتلاقي الطاقه بتاعتك عماله تاخد من هذه الطاقه، فتلاقي مع تكرار التفكير انت بتشحن من هذه الطاقه سواء سلبا او ايجابا. حلو، ده شرح مبسط للطاقه عشان لما نخش في العملي تبقى فاهم. خلاص، لو انت اول مره تسمع عن الطاقه، يعني عذرا انا هقول حاجات قد تكون غريبه عليك، ممكن اعمل مثلا كده واقول لك طلع ايديك وحاول تستشعر الطاقه، ممكن تحس انها حاجه غريبه، تقعد يعني الشيطان يقعد يلخبطك تقول ايه ده، تتريق، فما تستفدش. طبق معايا بس لغايه ما نخلص وشوف النتائج قبل ما تسمح بالافكار المعرقله او المشتته انها تخش تشتتك عن الاستفاده من اللي هنعمله النهارده ان شاء الله. هقول كمان معلومه مهمه قبل ما نخش في السبع خطوات العمليه، ايه الفرق ما بين الفيروس والبكتيريا؟ ودي معلومه مهمه تبقى عارفها عشان هي خطيره قوي. البكتيريا هي عباره عن مخلوق قائم بذاته، ممكن يعيش وبيتحرك وبياكل وبيخرج، وقد يكون نافع وقد يكون مضر. يعني في نوع من البكتيريا بنسميها نافعه، اللي هي بتبقى وين وين سيتويشن، بيتغذى على حاجات في الجسم، حاجات سيئه هو بياكلها، وبيطلع حاجات مفيده وفيتامينز الجسم بيستفيد منها، ودي بنسميها البكتيريا النافعه. البكتيريا الضاره بقى بتموت باللي بيسموه الانتيبيوتيك او بالعقاقير الطبيه اللي بيكتشفوها يوم بعد يوم. حلو كده، نسيب البكتيريا، بس خلي بالك البكتيريا النافعه للاسف بتموت بمضادات البكتيريا المستحضرات اللي بتقتل، بيسموها بتقتل الجراثيم، هي بتقتل كمان البكتيريا النافعه، فممكن تضر الجسم. وفي ابحاث كتير معموله على المستحضرات اللي انت بتستخدمها قاتله للجراثيم، اكتشفوا انها بتضرب المناعه وبتقلل المناعه مع كثره استخدامها، فخلي بالك من الحته دي. نيجي بقى للفيروس، يعني ايه كلمه فيروس او الفيروس باللغه العربيه؟ خلاص، الفيروسات. يعني ايه فيروسات؟ يعني ايه فيروسز؟ او الفيروس ده عباره عن ايه؟ الفيروس هو عباره عن مخلوق طفيلي، لو اتساب لوحده ما يعرفش يعيش ولا يعرف يتكاثر ولا يعرف ينمو، فبيقعد فتره ويموت. حلو كده؟ الفتره دي بقى بتختلف من نوع فيروس لنوع اخر. وبالتالي وركز معايا في المعلومه الدقيقه الخطيره دي، لازم يبحث عن خليه حيه عشان يلزق فيها ويعمل كوبي، حرفيا زي الفلاش ميموري كده، ويعمل كوبي للسوفت وير بتاعه الى السوفت وير بتاع الدي ان ايه بتاع الخليه دي، فالخليه يبدا يتغير سماتها وصفاتها وتبدا تتكاثر بكثره عشان يزداد اعداد الفيروس ده. يعني كانه بيعمل، عارفين بالظبط، عشان كده البرامج الكمبيوتر سموها فيروس، من نفس الحركه اللي بيعملها الفيروس الحقيقي، ان هو بيتحط في الجهاز ويبدا ينتشر ويدخل لكل الملفات ويبدا ينتقل من جهاز لجهاز،
ولو مش موجود في جهاز زي قلته، لو هو على الفلاش زي قلته ما يعملش اي حاجه ولا ينمو، ولكن لانه برنامج كمبيوتر بيفضل عايش. لكن لو هو فيروس من الفيروسات الموجوده في الطبيعه اللي بتعمل امراض، بيموت بعد فتره ما لم يجد خليه يتغذى عليها. عشان كده هو بيدمر الخلايا وهو بياخد ولا يعطي، وبالتالي كل الفيروسات مضره. النقطه الخطيره هنا ان حتى هذه اللحظه لا يوجد علاج للفيروسز، ولكن في ادويه بتحفز المناعه. المناعه وال يعني الجهاز اللي ربنا مديه لنا علشان الاميون سيستم بقى اللي بيحارب هذه المخلوقات، كل ما كان قوي كل ما هو اللي تعامل معاها. فالادويه او الامصال او الحاجات اللي بيدوها بتكون محفزات لهذه المناعه. فاحنا هنتكلم النهارده في حاجات تعملها طاقيا وفكريا عشان ترفع هذه المناعه، وبالتالي تحمي نفسك بصورة رائعة. وأوعدك، وأنا جربتها كتير في فيروس البرد، ما جربتش كورونا، إن فيروس البرد والله الذي لا إله إلا هو، أولادي أحيانا لما بيكونوا عندهم برد، لما باخدهم في حضني باخدهم عشان ياخدوا الطاقة بتاعتي وطاقة الحب، فهم ليتشافوا. وعمري ما تعاديت منهم بالبرد لما خدتهم في حضني، إلا أن مرات نادرة جدا، آخرها المرة الأخيرة اللي أنا لما نزلت فيها الفايل وأنا منتهي، لما كنت عندي تعلق وحكيت لكم عنه، كان تعلق يعني بحاجة لها علاقة بالأسرة يعني وبالأهل، فخلاني أتأثر بصورة قوية، وتعمدت أنزل عشان تبقى عارف أنك لما تعمل خطأ بيحصل كذا، وأن الحياة مش 100% بيرفكت، عشان أنسف عند الناس الصورة الكمالية اللي بتطلع في الميديا أن كل حاجة حلوة. لا، في أحيانا بيحصل أخطاء بس تعرفها علشان تتعلم منها. هقول لكم قاعدة مهمة من أخطر القواعد السلبية اللي تربينا عليها وإحنا صغيرين، اللي بتضرب الفكر والأفكار وبالتالي تؤثر على المناعة. القاعدة اللي قالوها لنا وإحنا صغيرين، لو أنا عندي صندوق مليان تفاح أو مليان برتقال أو أي فاكهة، لو إحنا حطينا ثمرة سيئة أو بيضة أو فاسدة، بعد فترة ستفسد باقي الصندوق. المعلومة دي في الظاهر صح، ولكنها في العمق خطأ ومدمرة، وأي حد هيتبناها هيحصل له مشاكل كتير في حياته. ليه هي خطأ وفي العمق مدمرة؟ لأن التفاح لما تقطعه من مصدر الطاقة خلاص، شيء طبيعي لو سبته لوحده هيموت. فأنت لما تجيب له ثمرة أساسا ميتة وبدأت تتعفن وتتحلل، يعني مناعتها بقت ضعيفة، شيء طبيعي تسرع من موته، وبالتالي تسرع من فساد باقي التفاح. ولكن لو الثمار على الشجرة يعني متصلة بمصدر الطاقة بتاعها، اللي بيحصل ان الثمرة الفاسدة لو فضلت يوم 12 شهر لن تصيب باقي الثمار، وإنما هتعفن لوحدها وتتحلل لوحدها أو تقع، والثمار اللي حواليها هتلاقيها بكامل الصحة وبكامل القوة. ما لم يكن في حاجة في الأرض أو في الطاقة مأثرة على الطاقة، فبتضعف طاقة الثمار. وأنا اكتشفت المعلومة دي من سنتين بمفاجأة حصلت معايا شخصيا، ان انا بحب الطماطم الصغيرة، فلقيت مرة بيبيعوا في السوبر ماركت طماطم بالافرع الخضراء بتاعتها، فالفرع فيه مثلا 10 طماطميات لسه في الفرع بتاعهم، فعجبني شكلهم وقمت رايح اشتريت منهم. وبعدين كان في واحدة تقريبا اتخبطت او حصل فيها يعني زي نسميها جرح بقى، اتشقت كده فبدأت تبوظ، فقلت انا عايز افتكر ان انا اشيلها عشان ما تبوظش باقي الطماطم بنفس القناعة اللي عندي، ونسيت. وكان عندي سفرية تاني يوم مصر، وسافرت مصر. حلو كده، سافرت مصر، كنا كلنا مسافرين، وانا رجعت بعد اسبوع بفتح لقيت كل الطماطم سليم، والواحدة دي باظت وعفنت وبقى حواليها خضار وعفن قوي جدا، والباقي سليم زي الفل. فاتصدمت، ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ اتاري كلهم لازالوا في الافرع، فلازال بياخدوا من سورس الطاقة الاصلي اللي كان بيغذيهم طول حياتهم. فاعرف بقى يا انسان،
ان انت طول ما انت متصل بإله الكون، ونعمل حاجة عملية ان شاء الله، بمصدر الطاقة الأصلي في الكون، الله نور السماوات والأرض، وكلمة نور شاملة لكل وعي الطاقة بمختلف أنواعها، الطاقة الكونية اللي بنسميها الكوزميك انرجي، أو الطاقة الحيوية، أو كل أنواع الطاقات الموجودة في الكون. فكل ما أنت متصل بإله الكون فأنت متصل بأكبر مصدر للطاقة، وبالتالي طول ما أنت متصل بأكبر مصدر للطاقة المناعة عندك مختلفة، فالقانون ده مش هيحصل، بل بالعكس ممكن تكون متواجد وما يحصلكش أي ضرر. انتبهوا كده. أول حاجة عملية هنعملها إنك لازم تتحكم في الخوف. ما شاء الله احنا ضربنا الرقم القياسي في اللايف، واصلين لأربعة آلاف دلوقتي على الانستجرام، 4100، وعلى الفيسبوك لا لسه العدد قليل 2400، مش مشكلة، يمكن بقالي فترة منقطع على الفيسبوك، كان زمان بنجيب 20,000، بس هنرجعه الفترة الجاية إن شاء الله. وحشتوني يا كل أهل هنا، كل أهل الفيسبوك وحشتوني وحشتوني وحشتوني، يلا كل أهل الانستجرام وحشتوني وأنا معاكم على طول. المهم إزاي أتحكم في الخوف؟ خلي بالكم بقى، الخوف عملية بسيطة، هي عبارة عن إنشاء مستقبلي أنت رفضه، وفي نوعين، إما إن أنا خايف من حاجة وده خوف حقيقي، أو عندي فوبيا. الفوبيا معناها إن أنا خايف من شيء لأن الشيء ده هيوصلني لحاجة أنا خايف منها. الكلام ده يعني النهاردة مثلا أنا ممكن أكون قطة، ما ينفعش أسمي نفسي خايف من القطة، لا اسمها عندي فوبيا القطط. يعني إيه فوبيا القطط؟ القطة مش بتخوف، بس أنا خايف أتعور. التعويرة والجرح بيخوف، الألم بيخوف، فأنا خايف القطة تخربشني فبنسميها فوبيا. فالمرض كمرض حاجة جات لي وراحت، ما اسموش خوف منه، وإنما فوبيا. ليه؟ لأن خايف أمرض، خايف أقعد في البيت فأخسر فلوس، ففي خوف تاني وراء الموضوع ده، خايف عيالي يحصل لهم حاجة، خايف الدنيا تبوظ، خايف من المجهول. فالناس اللي عندهم فوبيا الأمراض، اقعد مع نفسك كده ورقة وقلم واكتب، لو أنا جالي كورونا إيه اللي هيحصل؟ هيطلع لك الخوف الخفي اللي وراء الموضوع ده، المولد للطاقة السلبية. عايزك تبقى عارف ان اكتر حاجة بتضرب جهاز المناعة هو الخوف والتوتر، وبيضرب جهاز المناعة بصورة رائعة، بصورة ايه رائعة دي؟ بصورة سلبية، وبالتالي بيأثر جدا على الجسم بتاعك، وبالتالي الطاقة بتاعتك بتأثر. والناس اللي عندهم اجهزة بنصور بيها الشكل بتاع الهالة، بيبان ان الهالة مفتوحة ومتفككة، عشان كده اول حاجة بيلعبها الشيطان هو انه يخوف الناس. طب اعمل ايه عملي؟ اولا ابعد عن المخوفون، ابعد عن المخوفون. حلو كده، هكرر تاني، ابعد عن الناس اللي بتخوف عن طريق الاشاعات، الاخبار لو بتسمعها لقيت نفسك خفت وقلقت، ابعد عن القناة دي نهائيا، لان بعض الناس بيستخدموها بصورة قوية للتخويف، وحتى مهمة للأسف هي بتزعل، ولكن لازم اقولها، زملائنا في المجال اما الاطباء او المتخصصين النفسيين وعلماء النفس او المدربين، ابعد عن اللي بيخوف منهم، لان بعض الناس اصبحوا بيستخدموا اسلوب التخويف كدعاية، انا اسف بحب اسميها دعاية قذرة لتسويق منتجاتهم، وبالتالي اي حد تلاقيه بيخوف وبيرعب ويقول لك لا وانتبه وحياتك تبقى مخربانة وكذا كذا كذا وهتموت وهتتدمر وإلى آخره، انتبه وابعد عنه لو لقيته بيستخدم تخويف عشان يسوق لك او يسوق لك منتج معين. طيب امتى استخدم موضوع التخويف؟ لو انا بحذر. بحذر يعني ايه؟ لو انا قلت خلي بالكم ما تتساهلش مع الفيروس وتتعامل بطريقة فيها تساهل كامل، لان ممكن ينتقل بصورة قوية. اقول لك مثلا ابعد عن الغيبة والنميمة انها بتدمر الدنيا. انا ممكن اتكلم بالتخويف او بالتحذير او بالانذار لو انا بتكلم عن سلوك سلبي، فبقول لك وقفه. لكن انا بقول لك الفيروس بينتشر والدنيا خربانة، انتبه وعندي كورس كذا تعال خده عشان يحميك، او خلي بالك ذكريات الطفولة بتدمرك وكل احداث الحياة بتدمرك ولو فضلت سايفها هتدمرك وتدمر حياتك، انا عندي كورس بيظبط ده تعال خده عشان احميك. ده اسلوب انا بعتبره قذر في التسويق، فانتبه من المخوفين عشان تحمي نفسك. يبقى ده رقم واحد، ابعد عن المخوفين.
واحنا لسه في الخوف، او ان انا بقى لو لقيت عندي خوف من المرض اغمض عيني واسال نفسي سؤال زي ما قلنا، انا ليه خايف من كورونا؟ لو جت واصابني المرض ايه اللي هيحصل لي؟ واغمض عيني وتخيل اسوأ حاجه واسيب مشاعر الخوف تخرج. يلا اللي عنده، خلي بالكم اللي عنده مشاعر خوف بيكون هو في العمق مش قادر يتحمل طاقة الخوف، او بمعنى تاني مش قادر يتحمل المشاعر السلبية بتاعت الخوف، فتلاقيه بيعمل كده بالظبط، اتخيل اللي جالي كورونا، عاوز ولا عاوز ولا عاوز ولا، مش حتى قادر يستحملها. فانا هعمل معاك حاجة دلوقتي تساعدك، هعمل كده، انت ركز على ايدي دلوقتي ومدي ايدك انت كمان مقابل ايدي، مش لازم تلمس الجهاز، ولكن مدي ايدك مقابل ايدي، ولو حد ضحك عليك مالكش دعوه بيه، وغمض عينك، وانا دلوقتي هكون بعمل سحب للطاقه السلبيه اللي عامله لك خوف اللي انت مش قادر تستحملها، وشوف اللي هيحصل بعد ما نخلص. غمض عينك وتخيل معايا دلوقتي بالظبط اللي انا هقوله. يلا تخيل الفيروس وصل للدوله بتاعتك ووصل للعيلة، حس المشاعر وخليك مركز، انا بسحب لك الطاقة السلبية اللي بتعمل مشاعر سلبية، هتلاقيها عمالة تقل، بس ادي لها رقم، بس ادي رقم للإحساس بالخوف اللي انت حسه وخليك مركز مع الرقم ده. شوف يلا، انا جالي كورونا واتكورنت، انا جالي كورونا وبقيت متكورن خلاص والعيلة كلها، وخلاص المرض بقى أصابني في الآخر، إيه؟ هموت؟ خلاص أنا متقبل، ما أنا لو مت كده كده هقابل ربنا. حس المشاعر للخوف، سيبها تخرج، لما هتحسها هتساعدني أسحبها بقوة عادي، ودي رقم، شوف الرقم قد إيه. يلا جالي ومت خلاص، هقابل ربنا، على الأقل جالي مرض طهرني من الأخطاء والذنوب اللي أنا عملتها، فأنا رايح نضيف، إيه المشكلة؟ طيب ممكن تلاقي خوف مثلا من الرزق والفلوس والعيلة هيعملوا ايه، تخيل اسوأ حاجة وحسها، يلا ايه المشكلة يعني؟ ممكن الشيطان يجيلك يخوفك، اوبا ده بيقولوا في الجذب لو انت تخيلت هيحصل، مالكش دعوة منهم، احنا بنتكلم الجذب بيحصل من تكرار المشاعر السلبية، انت الان بتفكر بحياد وهنعمل بعديه مشاعر ايجابية، مالكش دعوة بيه، عادي انا محايد. يلا تخيل كده ان الفلوس راحت والعيلة تشردت وما عادش عندهم مصدر للدخل، عادي، واسأل نفسك سؤال وانت بتفكر كده وحاسس المشاعر، هو انا اللي برزق ولا اللي خلقنا هو اللي بيرزق؟ هو معقولة اله الكون يبقى سايبني مصيري في ايد حد، في ايد حد غيره؟ معقولة يعني؟ معقولة لو انا حصل لي حاجة اله الكون هيسيب عيلتي بقى خلاص؟ ده احنا بنشوف فيديوهات دلوقتي مذهلة لحشرات وحيوانات رزقها موجود بصورة مرعبة مذهلة مزلزلة لينا، ان الرزق هيجيلك هيجيلك لانه مكتوب. ده انت بتشوف ناس بيسبوا الاله وبيعملوا اشياء سلبية وربنا بيرزقهم برضه، في ايه؟ فحس المشاعر وسيبها تخرج، ركز دلوقتي على القلب، خد نفس عميق واسأل نفسك سؤال، يا ترى مشاعر الأمان عاملة ازاي؟ بص على ايدي، فتح وبص على ايدي واستشعر طاقة من الأمان بتخرج من الايد عندي بتروح لقلبك، خد نفس وحس يا ترى طعم الأمان عامل ازاي؟ يا ترى مشاعره عاملة ازاي؟ أمان رائع. انسى ايدي بقى، انا بشري زي زيك بنفس الطريقة اللي انت عملتها وانت مركز على ايدي، غمض عينك واستشعر ان في اله من اسمائه المؤمن، والمؤمن اسم شامل للامان كاحساس والامان كحالة انك تكون عليك تأمين وحفظ، ده من اسمائه الحفيظ، وانت مغمض عينك استشعر قد ايه طاقة الحفظ وطاقة الامان اللي اله الكون وضعها في الكون،
خد نفس عميق وحس نفسك، يعني خلي بالك النفس بيسحب الطاقة بالنية، بمعنى لو انت ركزت على اسم الله المؤمن وبتاخد نفس بنية سحب أكبر كمية ممكنة من طاقة الأمان، مرة مع مرة هتحسها تدريجيا. اللي فاهم طاقة هتلاقيه بيحس أكتر بكتير جدا، اللي لسه بيجرب أو مستغرب انسى أي فكرة مشتتة وبس طبق معانا كده إن شاء الله وهتشوف النتيجة. نفس عميق، حس بهدوء على القلب، إله الكون المؤمن الحفيظ. ممكن تدي صورة في خيالك عشان تتخيل أكتر إن طاقة الأمان دي عبارة عن نور أبيض، شوفه عمال يكبر في القلب وبيكبر لغاية ما بقى محيط بجسمك كله، عشان تساعد جسمك كمان وخيالك على إنه يطلع المشاعر أكتر. نفس عميق، طلعه بالراحة كده. أنت بهدوء عملت إيه؟ واحد، تخيلت الشيء السلبي. اتنين، سبت مشاعره تخرج، فعقلك بقى شايف الصورة النهائية، لأن العقل لو مش شايف الصورة النهائية بيخلي الخوف والقلق على طول بيزيد. فأنت شفت الصورة النهائية وقلت لعقلك خلاص إيه كده، آخرتها موت عادي، آخرتها عيالي يتشردوا عادي، مفيش فلوس عادي. فلما عقلك يقفل كل الفيلات دي هينسف طاقة الخوف. وعملنا تمرين بسيط إن أنا بتخيل أو مركز على طاقة الأمان عشان أسحب أكبر كمية ممكنة منها بتفكيري وخيالي. النقطة اللي بعد كده إن أنا كل ما حسيت مشاعر الخوف هنفس عنها، ما اكتمهاش، لأن طول ما طاقة الخوف أو مشاعر القلق موجودة الطاقة دي بتكون بتضرب في المناعة وبتقللها. طب هعمل إيه؟ هغمض عيني بنفس الطريقة بس هتخيل تخيل مختلف. هغمض عيني واستشعر فين المشاعر دي بالظبط في الجسم. انا هغمض كده واقول انا حاسس الخوف فين، هنا ولا هنا ولا في البطن ولا في الجنب شويه، كل واحد يكون مختلف. وانت مغمض بقى استشعر مشاعر الخوف دي، بس ابقى عارف ان ده الاحساس بالطاقه، فتشوفها في خيالك في شكل طاقه سلبيه. نفس عميق وطلع الزفير بنية انك بتفرغ هذه الطاقة. نفس عميق وانا مركز على طاقة الخوف، خد نفس كبير قوي بس وانت بتخرجه نيتك انا بفرغ الطاقة دي، طاقة الخوف، طاقة القلق، طاقة التوتر، طاقة الهلع، ايا كان، وشوفها بتخرج مع النفس في شكل دخان اسود من المكان اللي انت حاسسها موجودة فيه. اعمل كذا مرة التمرين العملي ده هتحس بنتائج رائعة جدا بإذن الله. أي فكرة تعرقلك طنشها، جرب بس واعملها بصورة رائعة، هتحس نتائج ممتازة. النقطة اللي بعد كده هركز على الإيجابي. هركز عليه إزاي؟ بالتأمل. وعايز أقول لكم معلومة مهمة جدا هنا، المعلومة اللي عايز أقول لكم عليها بحث رهيب لعالمة متميزة جدا اسمها إليزابيث بلاكبيرن. العالمة دي عملت ايه؟ كانت عمالة تدرس الكانسر، وقعدت تدرس الخلايا والدي ان ايه والكروموسومات لغاية ما اكتشفت حاجة خطيرة قوي. بصوا على الصورة دي كده، ده شكل الكروموسوم. فهي اكتشفت ان في اخر الكروموسوم في حاجة صغيرة هنا كده، النهاية بتاع طرفي الكروموسوم اسمها التيلوميرز. حلو كده، التيلومير ده كل واحد منهم تيلومير تيلومير تيلوميرز، خلاص. التيلومير ده اللي هو النقطة الحمراء الصغيرة دي لاحظت ملاحظة غريبة جدا هي وزميلتها في البحث. لاحظت ان كل ما النهاية دي تبقى زايدة وطويلة كل ما حيوية الخلايا بتبقى عالية، صحة الخلايا بتبقى عالية، العافية والنشاط والشباب والقوة للخلايا بيبقى عالية أو عالي بقى، وعمرها بيكون أطول. ولاحظت حاجة تانية، والورق ده مأخوذ من الفايل اللي هي كانت بتقدمها
في احدى حلقات تيدكس. لو عملتوا سيرش على اليزابيث بلاكبيرن هتلاقوا التوك بتاعها كامل موجود على نتفليكس. هكمل بس عشان دي حته مهمه. لاحظت بقى ان ده حجم التيلومير، والخليه كل ما تبدا تزيد وتنقسم والدي ان ايه بيعمل كوبي ويدي للي بعده، بيبدا التيلومير يقل ويقل ويقل، وكل ما التيلومير قل كل ما الخليه ماتت او اصابها امراض. في الموضوع بتاعنا هنا معناها كل ما التيلومير قل كل ما الخليه اصبحت اكثر عرضه لانها تصاب بالفيروس. خد مفاجاه بقى، كل ما التيلومير بقى اعلى، كل يعني مثلا كان في النص هيصاب بالفيروس وهيخف لوحده، كل ما التيلومير بقى عالي جدا لن يصاب اصلا بالفيروس ولن يستطيع اي فيروس ان يخترق الدي ان ايه. اليزابيث بلاكبيرن اخذت جائزه نوبل 2009 على الاكتشاف الرهيب ده، واكتشفت في البحث بتاعها ان اللي بيعمل تامل وميديتيشن لمده ربع ساعه في اليوم حرفيا وبيتقاس في المعمل التيلومير عنده بيزيد، ولقيت ان في هرمون بيفرز في الدم سميته التيلوميراز بيزيد في الدم للي بيقوم بالتامل او المديتيشن 12 ساعة 12 دقيقة على الأقل يوميا لمدة 3 شهور. وأخدت جائزة نوبل على الموضوع ده، وعملوا سيرش، هي عاملة فيديوهات كتير وعاملة حاجات كتير رائعة، وأبحاث اتبنت من 2009 لغاية النهاردة على الموضوع ده، والنتائج مذهلة بصورة رائعة. فعايز أقول معلومة، إياك أي حد ما بيعرفش يتحكم في أفكاره وما بيعرفش يعمل مديتيشن فيخوفك او ينسف لك الفكرة دي ويقول لك ان التأمل ده كلام فاضي او التأمل ده بيؤدي لنتائج قليلة او بيجيب نتائج بعد فترة طويلة، الكلام ده غير صحيح بالمرة. تعرف اوتوماتيك ان الشخص ده لا طبق مديتيشن قبل كده او ما بيعرفش يتحكم في افكاره. فانتبه، أقوى شيء في الكون وأقوى محفز ومعلي للطاقة الإيجابية وأقوى ناسف ومنظف للطاقة السلبية هو التأمل. عشان كده من أعلى العبادات في الدين هي الصلاة. عشان كده كل الأنبياء بلا استثناء كانوا بيروحوا المحراب يتأملوا. التأمل بيعلي الوعي، التأمل بيرفع الطاقة، التأمل بيعلي المناعة، التأمل بيزود للتنوير وبيعلي البصيرة، التأمل بيشافي حرفيا من الأمراض. فانتبه، عشان للأسف سمعت بعض الناس قالوا المعلومات دي تسويقا لحاجات تانية بيعملوها، الله يسامحهم، ولكن بغض النظر عن الشخص أنا بتكلم عن المعلومة. فانتبهوا، التأمل وتوقيف الأفكار ده تغيير في الداخل، اي شيء في الخارج ده خارج. لو انا بدي لك موسيقى او انا بعمل لك حاجة خارجية ده كله تأثير خارجي زي قلته لو انت مش عارف تتحكم في الافكار او مش عارف تعمل تأمل. فانتبه. حلو كده؟ النقطة اللي بعد كده، في التأمل هتعمل ايه بقى؟ هتركز على الايجابي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي وانا بتأمل، لو جبت النهاردة بسرعة، انا عندي الصفحة اللي منزلاها وزارة الصحة وبيتابعوا بيها هي فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا فاتح حاجات كتير فراحت، ثانيه واحده، هتيجي اهي. الصفحه بتاعت وزاره الصحه زي ما هم حاطين فيها لحظه بلحظه التطورات اللي عماله تحصل في الامراض في العالم، هي فين؟ التطورات اللي عماله تحصل في الامراض في العالم وعدد اللي اصيبوا وعدد اللي ما اعرفش كذا تشافوا وعدد اللي كذا 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 مش عارف ايه فين. للاسف انا فاتح حاجه كتير. المهم، فعاملينها لحظه بلحظه. فهقول لكم معلومه مهمه قوي، مش عارف ازاي الاعلاميين مش مركزين عليها ولا علماء. اهي الصفحه فتحت اهي، بصوا كده، ده اخر تحديث لوزاره الصحه،
وتأمل كده، أنا بعمل بس ريفرش، تأمل كده عدد اللي تشافوا من المرض 60,000. أه يا معكوسة عندكم معلش أهو 60,693، يعني 61,000. أنت متخيل من اللي أصيبوا بالمرض 61,000 أصابهم المرض وتشافوا طبيعي رغم ان هم لسه لم يكتشفوا العلاج. فاهدى كده وركز على هذا العدد المهول اللي تشافى، وان كل اللي عندهم امراض زي ما انتم عارفين بقى، والاعلام اتكلم كتير في الحته دي والاطباء اتكلموا فيها، ان كل اللي ماتوا هم اللي كان عندهم اصلا امراض وبالتالي مناعتهم سيئه. انا عايزك هنا تعمل ايه بقى؟ انا هركز على الايجابي، هركز وانا بعمل سيرش على الناس اللي تشافوا عشان مناعتي تعلى، هركز على مناعتي انا وانا بتامل مغمض عيني كده بعمل على حسب بقى. انا مش هتكلم في التامل لان التامل انواع كتير جدا، فمن انواع التامل اني هبدا اركز على الصحه اللي عندي. غمض عينك، استشعر القلب وانت في جلسه التامل، حس قوته، حس طاقه الحيويه اللي فيه، استشعر عضلاتك، حس القوه، استشعر المناعه، قوم اعمل رياضه وتامل القوه والطاقه اللي عندك. كل ما تاملتها وركزت في الايجابي وشكرت هتقع في استحقاق الزيادة، لأن الإله قال لنا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عشان كده الدين قال لنا إيه بقى، وركزوا حتة مهمة جدا، الدين علمنا إن لما ألاقي حد عنده مشكلة ولما ألاقي حد عنده سلبيات بدل ما أركز عليه أو أخاف أو أتضايق أقول إيه، أشيل انتباهي من عليه وأنقل انتباهي عندي وأقول الحمد لله الذي عافاني، وده تركيز على الصحة والعافية، مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تمرين عملي ديني لنقل الانتباه من المكان السلبي إلى الشيء الإيجابي اللي عندك والعافية اللي عندك، فهتعمل شكر وتحس بالشكر والامتنان، فتستحق الزيادة أكتر بكتير. فده حاجة مهمة جدا أرجو أنك تكون منتبه ليها. النقطة اللي بعد كده، تأمل باستمرار قصص العطاء، ده بيرفع الطاقة جدا. الناس اللي بتلاقيهم بيعملوا خير او الناس اللي بتلاقيهم بيعملوا فيديوهات، راح لحد غلبان واداله فلوس وانت شايف طاقة السعادة وطاقة العطاء، ولا مثلا حد مش لاقي ابوه وامه فجابوا له ابوه وامه من سفر وفاجئوه بانه موجود فخدهم بالحضن وفرحان، بتتفجر طاقة العطاء عندك جدا من مشاهدة هذه الطاقات المتفجرة الإيجابية، فبترفع الطاقة وبتلاقي دموع معرفة الحق نزلت من عندك، ودي دموع إيجابية مش سلبية، معناها أن الطاقة الإيجابية بقت عالية. أول ما يبدأ ينزل دموع أو تحس بقشعريرة في جسدك معناها أن الطاقة عندك بقت عالية جدا الإيجابية، لدرجة أن الجسم بينفس عنها بالدموع وبحالة الدموع اللي بتنزل دي او القشعريرة، ان الذبذبات لما بتزيد الطاقة بتزيد اكتر، بيحصل اهتزاز عشان تفريغ الجسم من الطاقة الزائدة، فده معناه ان الطاقة عندك بقت عالية جدا وبتحس بحالة مريحة جدا. بعد كده الغذاء الصحي، افهم الفرق بينه طاقيا، انا بتكلم من ناحية الطاقة، الفرق بين الغذاء الصحي والغذاء غير الصحي مش من منظور الطب ولا منظور بتوع نيوتريشنز، انا بتكلم من منظور الطاقة. الغذاء اللي فيه طاقة إحياء وحياة، دي قلتها كتير قبل كده، هو اللي ينفع قبل ما تاكله تزرعه، فكتر في هذه الفترة من الأكل اللي ينفع يتزرع. حلو كده، البقوليات بأنواعها قبل ما، خلي بالك لو تسخنت واضطهت ماتت، حلو، مش هقول مضرة بس ماتت فيها طاقة الحياة، بقت فيها بعض الاستفادات ولكن الجزء الأكبر من الاستفادة انتهى. فكل ما كلت الحاجات رو زي ما ربنا خلقها، خيار، طماطم، فلفل، بسلة، كوسة، بتنجان، كل ما كلت الحاجات دي رو، فاصوليا، بسلة، كل ما كلتها رو طبيعية كده معايا من غير ما تتحرق، أو جبتها ناشفة زي اللي بيعملوا بينبتوا الحلبة، بينبتوا الحمص، بينبتوا الترمس، نبتها وبقت فيها التنبيت ده، دي أعلى طاقة حياة وبالتالي بنسميه أكل حي وبالتالي بيعلي طاقة الجسد جدا. فكتر هذا النوع من الغذاء في أكلك، ابتعد عن الأكل الميت قدر الإمكان عشان تعلي المناعة بصورة رائعة. بعد كده تدريبات رياضية سريعة لتحفيز المفاصل الجسد، عارف ابدأ اعمل حركات دائرية في كل الأماكن اللي فيها مفصلات في الجسد، تدريبات بسيطة
جرب معايا كده اعملها، انك تعملها وتحرك ايديك. فاكر لما كنا بنعمل زمان واحنا في طوابير الصباح، والوسط برضو كمان، اقف واعمل زي دايره كده قويه عشان تبدا تحرك المفاصل بتاعت كل الجسد، الركبتين، انزل وقف انزل وقف، القدمين لو ده القدم، القدمين برضو اعمل كده، حركهم بحركات دائريه يمين وشمال بصوره رائعه. هتلاقي نفسك لو بدات من الدماغ وقعدت تنزل في الايدين والذراعين والمفصلات بتاعت الكتفين ومنطقه الوسط ومنطقه الركبتين ثم تحت المفاصل بتاعت القدمين، هتلاقي فجاه حاله من الريفرش حصلت في جسدك. ولو كنت موخم او متضايق او مخنوق، هتلاقي نفسك بدات تنتعش، لانها بتحرك ميريديانات الطاقه. اللي درس طاقه هيفهم الكلام ده بقى. الميريديانات اللي هي زي الشعيرات الدمويه، زي ما بتنقل الشعيرات الدمويه والاورده الدم الى الخلايا، في ميريديانز، ميريديانات الطاقه، بتنقل الطاقه للخليه. يعني كان كل خليه جاي لها دم وجاي لها سلك كهرباء اللي فيه الطاقه اللي بيديلها الحيويه والنشاط. فكل ما تعمل كده، كل ما تعمل سريان اسرع للطاقه في الجسد، بالاضافه بقى للتدريبات الرياضيه العاديه. بس انا عايزك تهتم اكتر بالتدريبات المسؤوله عن مفاصل الجسد، زائد بقى الاضافه التدريبات الرياضيه العاديه اللي ممكن تكون بتعملها. حته مهمه قوي عايزك تركز عليها بقى، انك تبدا تنوي من الان تعمل اشياء فيها عطاء، فيها افاده. يعني انا النهارده عملت من وجهه نظري اللايف ده، اللايف ده شوف كم الف واحد بيشوفه الان معانا، كم الف واحد هيشيره، كم 100,000 الله اعلم ربنا يوصله لاعداد اكبر من كده ان شاء الله. فكل النفع ده بيرجع لك بطاقات ايجابيه، اللي هي في الدين اسمها انك بتعمل صدقه جاريه. نفع، ابتعد بقى عن قول السوء، عن الاشياء السيئه، تغتاب حد، تسخر من حد، اتكلم في كلام ايجابي، اعمل حاجه نافعه، صدقه علم، صدقه بجد ماديه، انفع اهلك وانت بتعمل اي عمل حتى في البيزنس بتاعك. خلي نيتك ان تكون نافعا. كل ما كانت نيتك في النفع اعلى بكتير، كل ما كنت بالاستفاده اروع مما تتخيل. وابتعد زي ما قلنا في اول حاجه ان انت تجري ورا الاشاعات والكلام السلبي ده. عايز اختم بحاجه سريعه جدا. احنا عندنا ان شاء الله كورس الطاقه الحيويه والشفاء الذاتي، هيكون او كان المفروض ميعاده يوم 9 و10 و11 و12 ابريل القادم، ولكن يعني عايز اقول مفاجاه حلوه، ان عشان الظرف اللي حاصل في العالم والناس تستفيد استفاده اكتر بكتير، انا قررت اعمله. انا كنت ناوي اخرها لغايه لما اسجله بنفس التسجيل اللي انتوا عارفينه في الاكاديميه 1 تو 1 كاني قاعد معاك. فعشان اكبر عدد يستفيد من الطاقه ويعمل باذن الله استفاده مهمه، وخصوصا كمان رمضان داخل واحنا لسه مش عارفين الموضوع ده هيعمل امتى، وبعض الدول بدات تمنع الناس من انهم يجوا، زي مثلا السعوديه اعلنوا ان السفر هيكون بجواز السفر بس، ففي ناس كتير كانوا حاجزين ومعهمش غير البطاقه وما عندهمش جوازات سفر وبعض الريستريكشنز، فعشان وبقوا زعلانين ومتضايقين. فاطمنوا ان شاء الله كورس الطاقه الحيويه والشفاء الذاتي اللي اتعمل السنه اللي فاتت في دبي هينزل في الاكاديميه باذن الله، وسنعلن عنه او سنطلق الكورس يوم الخميس القادم الموافق 12 مارس في تمام الساعة 6 مساء. وبالتالي هتقدر بإذن الله تشوف الكورس أونلاين في البيت من أي مكان في العالم، والكورس هيفضل معاك لما تاخده وتشترك فيه تطبقه أنت وعيلتك وأسرتك زي ما أنت عايز بقوانين الأكاديمية. أنا عامل في الأكاديمية قوانين للملكية الفكرية من ضمنها تسهيلات إن اللي بيشترك في الكورس لوحده الاسره كلها ممكن تشوفه معاه. في اللايف مختلف، انت لو جاي انت وبابا وماما هتدفعوا كلكم، في اللايف او في الاكاديميه ممكن حد من الاسره يشترك، الاسره كلها بتشوفه معاه وطبقوا مع بعض العملي عشان تفهم الطاقه بعمق ان شاء الرحمن. والناس اللي اشتركوا معانا في كورس الطاقه هيتواصلوا معاكم، المفروض يكون جالكم ايميلات بالتحديثات الجديده اللي اتعملت. الامارات اعلنت الغاء الكورسات كمان عشان ال الموضوع ده، فاحنا هنخلي الكورس هيكون اونلاين وان شاء الله الرحمن سيتواصلوا معاكم ببقيه التفاصيل عشان تستفيدوا اكبر استفاده ممكنه باذن الله. يبقى يوم الخميس القادم الساعه 6 سنعلن اطلاق الكورس لايف على الاكاديميه، فهتبقى شايفه من اي مكان في العالم في اي وقت بمنتهى الروقان. حاجه اخيره عايز اتكلم فيها. المعلومات بتاعت الطاقه معتمده لانها
شيء غير ممسوك معتمد على حاجة في الدين اسمها إيمان، اللي بالإنجليزي اسمه بليف. المعلومات الممسوكة بتعتمد على الشهادة، على إن أنا أعمل observation، أشوف حاجة قدامي. وبالتالي كل ما إيمانك بقى أعلى، كل ما يقينك بقى أعلى، كل ما طاقتك بقت في أعلى حالتها، لأن الطاقة زي ما اتفقنا بتتأثر بالأفكار والتركيز. وكل ما قعدت بقى متشكك، طب يا ترى هيلاقوا في مصل ولا لأ، طب الدنيا عمالة تزيد، طب الله أعلم إيه اللي بيحصل، كل ما شكيت، كل ما الخوف تسلل إليك، كل ما المناعة اتضربت حرفيا. حلو كده؟ فكون منتبه. أنا النهاردة اتكلمت بصورة عملية وبصورة ما خدتش منكم أسئلة عشان أفيد أكبر استفادة ممكنة من النقاط السبعة اللي كلمنا عنهم. عارف إن عندكم أسئلة كتير، فعشان كده وأنا بحب الكرم وبحب العطاء، فبكرة بإذن الله مفاجأة تانية حلوة، هنطلع لايف تاني في تمام الساعة 10 زي النهاردة بتوقيت الإمارات. أنا آسف، إطلاق كورس الطاقة 6 مساء الإمارات، اللي هي 4 مساء مصر و5 مساء السعودية، وبقية الدول بقى تبقوا عارفين بحسب توقيتاتكم. خلاص كده؟ بكرة هنطلع تاني لايف إن شاء الله الساعة 10 عشان أشوف أسئلتكم. اللايف ده هينزل، هيفضل 24 ساعة، وهحط بوست الآن على الإنستجرام وهحط على الفيسبوك. اللي عنده أي سؤال يحطهولي تحت البوست ده، عشان بكرة هنطلع لايف تاني، إجابة للأسئلة، شرح أكتر لو في حاجات عايزينها، وهنعمل مع بعض تمرين عملي وهتحسوا الطاقة فيه بإذن الله بعد ما نخلصه. ربنا يا رب يجعل كل أيامكم جنات ونعيم. كونوا ناشرين للأمل، للسعادة، للطاقة الإيجابية. واعرف إن ولا أي فيروس أو مرض أو حدث في الكون سيغير قدر أو مكتوب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله سبحانه وتعالى كتب أن أبقى ربنا قال في القرآن لئن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فبقى اللي مكتوب إن اللي هيشكر هيزيد. وحط تحتيها بقى كل اللي انت عايزه، شكرت على مال فالمال هيزيد حتى لو دولتك فيها ظروف اقتصادية صعبة، شكرت على صحة وعلى عافية فالصحة هتزيد حتى لو الأمراض منتشرة في كل مكان. بس خلي بالك، مش معنى كده أنا ما اشتغلش بقى وأقول أنا شكرت على الفلوس فهي هتزيد وأفضل قاعد. لا، الزيادة هنا معناها أن الأفكار والوسائل والأدوات اللي هتساهم في أن فلوسك تزيد ستكون متاحة أمامك. لو لم تسعى لن تحصل. انتبه، لو لم تسعى لن تحصل على النتيجة. الحاجة التانية، مش معناها أن أنا شكرت على الصحة أنام بقى أقول هتزيد. لا، هتلاقي ربنا يسر لك سبل وطرق، أطباء وعلماء هيقولوا لك معلومات، تطبيقات هتبقى قدامك، تسهيلات في إنك تبقى عندك وسائل الحماية والحفظ هتستخدمها، هتلاقي نفسك محمي والعمل هيحصل. عايز أقول لكم معلومة مهمة قوي، انتبهوا ليها بالله عليكم، لأن أنا صحيح ساعات بخبط في الموروث وناس بتزعل مني، بس والله ده من نية الله سبحانه وتعالى يعلمها. وأنا عارف إن الموروث فيه الإيجابي وفيه السلبي، فيه الغث وفيه السمين بالسين مش الثمين، سمين يعني تخين معايا، يعني مليان. بقول لك بقى اللحمه دي سمينه وحلوه وملزلزه وفيها حاجات هوبر كده، فمعناها فيه السمين وفيه الغث اللي ملوش اي لازمه. حلو كده؟ فبحذر، لان اللي اصبح منتشر الان هو السيء او السلبي. ليه ببهد التمهيد ده؟ علشان الدعاء اللي الناس بيعملوه الان للاسف مش هو الدعاء الحقيقي، وده اللي بيبين ليه الله سبحانه وتعالى ما استجابش دعائي. فأقول لكم معلومة مهمة انتبهوا ليها، احنا جايين الأرض في هذه الرحلة الأرضية الحسية لكي نسعى. فاللي فاكر ان الدعاء ان انا بسيب السعي لربنا وافضل قاعد، والله ما هيحصل على شيء. ولكن انا دعيت ما
ما لقيتش نتيجة. انت كده عقلك مصنف الدعاء على انه سبت ربنا هو اللي يسعى وانا قاعد بقيت مستني. هقولها بلفظة شديدة قوية رخمة علشان تخبط. يعني في ناس وهو بيدعي ربنا كأنه شغل ربنا عنده. بقى ربنا شغال عندك، هو اللي هيجيب لي فلوس، هو اللي هيعمل لي كذا، هو اللي هيجيب لي كذا. ايه اللي انت بلاش اخبط، كنت عايز اقول بتهببه بس بلاش تطلع كده عشان ما تصدمكش. طب اعمل ايه؟ الدعاء جاي من دعوة، ده انا قايلها في كورس الاختراق المجال الطاقي. الدعاء جاي من انا بعمل دعوة. انا دلوقتي لو انا النهاردة بدعوك، معناها ايه؟ الله بيدعونا واحنا بندعوه، والله يدعو الى دار السلام، معناها ايه؟ يدعوكم كذا، معناها ايه؟ معناها ان في دعوة فانت هتلبي. استجابة الدعوة معناها ايه؟ لو انت دعيتني خلاص، او انا دعيتك، لما تستجيب انت معناها ايه؟ انك هتيجي. حلو كده؟ ركزوا معايا في الحتة دي. الله سبحانه وتعالى واضع كل الأسماء الحسنى في الكون، وكل هدف على وجه الأرض، كل هدف على وجه الأرض مرتبط باسم من أسماء الله. ففي مثالنا النهاردة هدف التشافي والصحة والعافية مربوط باسم البارئ، خلاص؟ هدف زي الفلوس مربوط باسم الغني، حلو كده؟ أو الرزاق، ممتاز؟ الرزاق كل أنواع رزق، الفلوس ممكن كالوحدها نخليها غني. المهم فربنا قال لنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنا أولا قبل ما أدعي لازم أكون عارف إيه الاسم المربوط بالحاجة اللي أنا عايزها. رقم اتنين، لما هدعي الله سيستجيب، معناها طاقة الاسم ستحل وهتبقى موجودة حواليا. طاقة الغنى لو بدعي بالغنى باسم الغني، أو طاقة البارئ أو طاقة الإبراء لو بدعي باسم البارئ. فالاستجابة معناها بقت الطاقة موجودة عندك. الطاقة دي هتولد أفكار وهتولد إلهامات وهتولد حاجات جواك لو ما قمتش تعمل بيها وتسعى زي قلتها. ستظل هذه الطاقة موجودة، هتيجي يوم القيامة هتاخدها في الآخر، بس انت ما استفدتش منها في الدنيا. فمن النهاردة ابقى عارف ان الدعاء مش معناه انك بتخلي ربنا يسعى بدل منك. الدعاء معناه انت اللي هتسعى لما الفكرة هتجيلك والإلهامات هتجيلك والتسهيلات الحياتية هتحصل في حياتك. طبقها وانطلق. في حد بعت لي سؤال اهو بسرعة، بيقول لي هل أكل اللحوم، بعت لي على الفيسبوك، يؤثر على التأمل والاتصال بالروح في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي؟ منتجات الألبان واللحوم والأكل المصنع من أكتر الحاجات اللي بتنسف وتضرب الطاقة. لو انت عارف ان اللحمة دي متسابة في مزارع طبيعية وبتاكل أكل طبيعي وغذاء طبيعي وما بتتحقنش بالمواد بالأنتيبيوتكس، لأن في معلومة خطيرة جدا، 60% من الأنتيبيوتيك والمضاد الحيوي اللي مصانع الأدوية بتطلعه واللي لم يطبق ولم يتعمل له لم يقوموا بعمل اختبارات على الإنسان في هذه الأدوية بيحقنوها في الحيوانات اللي احنا بناكلها. فانتبه بالله عليك. وبالتالي لو انتوا اللي بتربوا الفراخ في البيت وبتاكلوها اكل من بقايا اكلكم واللحمه طبيعيه، حلو، البيض بتاعها حلو، ولكن الاصل ان اللحم والفراخ والحاجات دي تكون هي الاقل من غذائك. غذائك المفروض يكون الاكثر فيه الغذاء الحي والغذاء اللي ربنا خلقه من فواكه ومن خضروات، واللحوم تكون على فترات متباعده. يعني انا على فكره انا بقول لكم اهو كده، بس انا لسه ما طبقتهاش، بطبقها تدريجي. اللي هيعرف يطبقها يبقى احسن مني، رائع ما شاء الله عليك. الصح انك لو بتاكل 4 مرات في الشهر لحوم يبقى انت كده مكتر، خلاص كده. انا مش بقول لك بقى امنعها خالص ولا اكلها كل يوم. الصح انها تكون يعني بالكتير 4 مرات في الشهر، يعني اسبوع كامل اكل رو مع اكل بقى باميه وخضار والحاجات دي كلها ورز والحاجات دي كلها، ومره في الاسبوع لحمه، ومره في الاسبوع فراخ،
مره بيبقى في 4 اسابيع، على يبقى انت كده اكلت 4 مرات في الشهر. ده الايديال اللي انا بحبه واللي بيضمن انك تكون دايما في كامل الصحه والطاقه العاليه. النقطه المهمه الثانيه، حد كاتب لي هنا بس الجسم بيحتاج بروتين، في حاجات كتير موجوده طبيعيه غنيه بروتين، اللي هيدور وهيبحث هيلاقيها كتير جدا. العدس مليان بروتين، وعلى فكره معلومه مهمه قوي ان العدس كان دايما من الاكل اللي بيتحط في او بيتقدم في السجون في معظم الدول، لان هم المساجين لازم ياكلوهم بروتين، فمش هيجيبوا لهم لحمه يعني، فبياكلوهم عدس وبياكلوهم فول وبياكلوهم البقوليات دي لانها غنيه جدا بالبروتين. واسالوا بقى المتخصصين في النيوتريشنز هيقولوا لكم معلومات اكتر، ودور كده. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، شد حيلك وانطلق باذن الرحمن. بكره الساعه 10 امارات، 9 سعوديه، 8 مصر وبقى دول المحيطة، هنطلع لايف تاني هجاوب على أسئلة وهنعمل حاجات عملي، وبإذن الرحمن كورس الطاقة سيكون متاح للجميع، هنعلن عنه إن شاء الله بإذن الرحمن يوم الخميس القادم. 6 إمارات، 5 سعودية، 4 عصر القاهرة. أراكم بكل الحب والصحة والعافية والطاقة، واللي عنده البث بيقطع لما خلص يشوفه تاني هيلاقيه مش مقطع بإذن الله. من فضل الله الحمد لله الفايل امبارح عمل يعني الغرض اللي انا كنت قاصد اعمله عشانه، يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حقق لي نيتي في اني ازود عدد الناس المطمئنين الامنين اللي بياخدوا بالاسباب من غير ما يكونوا في حالة من الفزع او الرعب او يعني الحالة اللي فيها يعني اوفر قوي او مشاعر فياضة جدا سلبية. ومن فضل الله سبحانه وتعالى لغاية اللحظة دي عدد اللي شافوه واستفادوا منه عدى 120 أو 121.5 ألف بني آدم، وده يعني عدد رائع الحمد لله، وإن شاء الرحمن يفيد الناس أكتر كمان لما ينزل على اليوتيوب. طيب اسمحوا لي أشكر في البداية الأستاذة الرائعة، أنا بحب دايما الناس اللي بيعملوا العمل بتاعهم بإتقان، فأنا يعني قدامي دلوقتي الأسئلة بتاعتكم كلها، كل الناس اللي حطوا أسئلة بالأسئلة المكررة بعدد أرقام التكرار بتاعها، فيعني الشباب اللي اجتهدوا أو الأخت اللي اجتهدت وعملت الأسئلة دي وجمعتها لي عشان تسهل الموضوع علي وعليكم، أستاذة زينب سنبل أشكرها من القلب، أنتي مبدعة يعني. أنا قلت ما شاء الله، لازم أنا بحب الناس اللي بتعمل يعني اتقان كده وبتحس ان في نية افادة ونية نفع ونية تسهيل من غير ما حد يقول، فدول بتبقى طاقتهم عالية وبتلاقيهم دايما باذن الله ربنا بيوفقهم وبيفتح عليهم دايما في حياتهم بصورة رائعة، يعني يعني بيدوا احساس بانك بتكون مطمن وانت بتديله الشغل، خلاص مش محتاج حد يكون واقف عليه ولا حد يقعد يقولك تعمل ايه وما تعملش ايه. فانا اشكرها مرة تاني من القلب على اتقانها الاستاذة زينب سنبل. طيب بصوا بقى، في اسئلة كتير متكررة، في اسئلة متعلقة بكورس الطاقة فانا مش هجاوب عليها هنا، انا هجاوب عليها لما نطلع يوم الخميس القادم 6 مساء الامارات باذن الله، وهأجل كل الاجابات والاسئلة والتفاصيل، اي تفاصيل عن كورس الطاقة هخليها يوم 6، واللي بيسألوا عن كل تفاصيله والكلام ده كله. في اسئله تانية خارج الموضوع مش هجاوب عليها دلوقتي، ان عندي وقت، اذا كان عندي وقت في خلال الساعه دي هجاوب عليها، اذا ما كانش خلاص. عايز بس اضيف كمان طرق غير اللي اتكلمنا فيها امبارح، مهمه قوي ومفيده تخليك طاقتك تبقى عاليه وتبقى دايما ضامن انك في حاله الطاقه العاليه دي، المناعه عندك بتعلى وبتستفيد بصوره رائعه. اهم حاجه، ودي يعني لو انتبهت ليها وركزت عليها، من أقوى الحاجات الطبيعية البسيطة اللي مش محتاجة منك أي جهد ولا دراسة للطاقة ولا حتى أي معلومات تذكر، هو إنك تعمل حسابك قبل الساعة 11 بالليل تكون رايح في النوم. يعني مهم تكون واخد ساعة أو 2 من النوم قبل الساعة 12. حلو؟ يعني الطبيعي
على حسب بقى، مش عايز ادخل بقى في ساعات النوم دلوقتي ان فيها تفاصيل كتير وابحاث كتير وما بين يعني مؤيد ومعارض والكلام ده كله، اللي يقول 8 يقول 6 والكلام ده، بغض النظر مش هدخل في تفاصيل دلوقتي، ممكن نتكلم فيها بعدين. انا بتكلم بسرعة ليه؟ اهدى. فالنوم في الليل وعلى الاقل لو انت سهرت، لو انت لقيت نفسك هتطول، يبقى على الاقل اقصى حاجة تبقى نايم الساعة 10. حلو. انا عارف ان انا دلوقتي صاحي متأخر وكوميديا ان انا بقول لك تكون نايم الساعة 10 وانا طالع اللايف 10، بس مهم تبقى عارف ان ال سكون الليل دي طاقة سكون، والنهار طاقة حركة بنسميها طاقة يانج وطاقة ين. لما تبقى انت نايم في طاقة السكون، الطاقة بتاعتك بتعلى طبيعيا والمناعة بتنشط وبتكون في حالات رائعة. ولما تصحى مع بداية طاقة النهار اللي هي بعد شروق الشمس أو حتى قبل شروق الشمس بساعة كمان، يعني أصح حاجة وأفضل حاجة قبل شروق الشمس بساعة، أو مع شروق الشمس أو بعد شروق الشمس بساعة لو أنت هتتأخر، وده يعتبر أقل درجة من، أو أنت لحقت آخر يعني استفادة من طاقة البكور اللي بنسميها طاقة الإحياء وطاقة الحياة. فاللي بينام بدري ويصحى بدري طاقته بتعلى لوحدها، حتى لو مش دارس طاقة ومش عارف كل الكلام ده، والأبحاث في الموضوع ده مذهلة جدا 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 جدا. حتى يمكن كمان إليزابيث بلاكبيرن لما اللي اتكلمت عنها امبارح واكتشفت موضوع التيلوميرز، قالت على موضوع النوم بدري، وهي في الغالب قالت 3 حاجات، قالت النوم بدري، وقالت على المديتيشن والتأمل، وقالت على الرياضة. النقطة المهمة كمان انك وانت نايم تكون نايم في ظلمة، كل ما كانت الدنيا ظلمة جدا كل ما استفدت اكتر واستفادتك بقت رائعة. وعايز اقول لكم حتى معلومة غريبة يعني لاحظتها مع الشباب اللي كنا بنطبق معاهم الكورس بتاع الوزن المثالي بقوة العقل اللاواعي، ان هم لما بدأوا يظبطوا نومهم، بس يعني اول ما بدأ الكورس وهو بيطبق وظبط نومه، الحرق عنده علي وبدأ يخس من غير ما يعمل اي تغيير في الاكل بتاعه. نام قبل الساعة 10 يعني 8 أو 9، وصحي بدري قبل شروق الشمس بساعة، بعد أسبوع ولا 2 هتلاقي الحرق عندك اتظبط، وبدأت الجسم يتعافى والحرق يبقى طبيعي وبيتخلص من الدهون الزيادة، لأنه بيرجع للسيستم الطبيعي. خلي بالكم المناعة عبارة عن إيه؟ يعني هقولها بلغة الكمبيوتر، المناعة عبارة عن إن ربنا سبحانه وتعالى يعني مسجل جوانا السوفت وير الأصلي. خلاص؟ احنا بقى بنعمل عادات فكرية او عادات سلوكية، اما بقى سلوكيات سلبية او اكل غير صحي او الفاظ تشتم تأذي حد، تسرق تنصب ان كان، والسرقة اوعى تفكر ان انت بعيد عنها، لان اللي بينزل حاجات مجانية او مسروقة اونلاين، منتجات ناس اخرين، افلام من غير ما تدي حقوقها لاصحابها، اغاني، حتى الافلام اللي بالي بالك لو مسروقة، رغم يبقى انت عملت مصيبتين، مصيبة انها غلط معايا ومصيبة انك سارقها كمان. فالحاجات دي كلها، الافعال دي بتلوث الطاقة بتاعتك، وبالتالي هي اللي بتخلي البرنامج الاصلي يبدأ يتلوث عندك ويتشتت. لما انت تنام بدري ايه اللي بيحصل بالظبط؟ كأنك لما الموبايل بتاعك بقى تقيل وبقى بقى غريب شوية، قمت انت داخل اونلاين وعامل ابديت للسيستم، او عارف انت اللي بنسميها الريستور فاكتوري سيتنجز، اللي هو بترجع الموبايل لاعدادات المصنع، فبترجع الموبايل بتاعك بقى السوفت وير بتاعك لاعدادات المصنع. خلاص. فالنوم بدري بيظبط ده، واللي دارس طاقه اكتر بقى بيسرع جدا الموضوع ده. عشان كده احنا بنقول، عشان الناس اللي بتسمع الكلام وهي مش مدركه او حتى مش بتتبين وتتخض، يقول لك ده بيقول لك الطاقه بتعالج كل الامراض. ما هو انت مش فاهم، لو سألت وتبينت هنقول لك المعلومة دي، ان انت لما تكون دارس طاقة، نفترض ان انت عشان تظبط سيستم نومك وسيستم حياتك بقالك مثلا 30 سنة ماشي غلط، فانت محتاج لك سنة ونص نوم بدري وصحيان بدري عشان يظبط ال 30 سنة اللي فاتوا. حلو. لو انت دارس طاقة، ممكن كل السيستم بصورة رائعة يتظبط 95% في 3 4 شهور. يعني في حالات كان فيها امراض يعني صعبه جدا جدا جدا، والطب المادي بيقول ملهاش علاج، وشفنا تشافي مذهل.
يمكن انا الفتره الجايه هبدا اوريكم بعض الحاجات باذن الرحمن. انا حاليا بنسجل الناس اللي اخذوا الكورسات السنين اللي فاتت، وكل فتره هطلع منهم ناس بحاجات متصوره وانا اللي مصورها بقى قبل وبعد في حاجات كتير اللي كان عندهم. قولوا معايا الهرب من دماغي الاسم اللي هو تشوه الجلد بيبقى ابيض ده، يا ربي راح مني الاسم. المهم اللي عندهم مشاكل في التهابات معينه، عندهم تكيسات على ما اعرفش ايه، عندهم القولون، عندهم الصداع النصفي، الكلام ده كله لما بيظبط السيستم والطاقه بتاعته بتتظبط، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي البرنامج الاصلي اللي ربنا حاططه لنا بيبدا يرجع طبيعي، والجسم بيعالج نفسه بنفسه، لان احنا جوانا العلاج الطبيعي. كل المشكله ان احنا بنعمل سلوكيات توقف المناعة الطبيعية. لما تدرس الطاقة وتفهم بقى، فتبقى عارف ان في الكون في طاقة منظمة. الله سبحانه وتعالى شكلهم هينقذوني هو يقول لي الاسم. ايوه الحقيني عشان نسيت الاسم. البهاء، شكرا. اشكرك دكتورة رندا. البهاق، انا الاسم طار من دماغي. المهم بتلاقي الكوزميك انرجي او بنسميها الطاقة المنظمة اللي ربنا حاططها في الكون الطبيعية، مش عارفة تدخل جسدك وتنظم، لأن دماغك شغالة بأفكار سلبية أو في طاقات سلبية أنت بتعملها، وبالتالي بتبقى هي اللي بتعرقل. لما تكون بتطبق بقى التدريبات اللي قلنا عليها، من ضمنها دلوقتي قلنا بيبقى رقم 8 بقى النوم بدري في الليل مع إغلاق الأنوار، بتعلي استقبال جسدك لهذه الطاقة المنظمة والغدد بتشتغل. هقول لكم معلومة دقيقة جدا جدا جدا، كل مركز طاقة في الجسد مرتبط بغدة في الجسم، وبالتالي المركز الطاقة لما يكون فيه طاقة سلبية اوتوماتيك الغدة المسؤولة او اللي هو مسؤول عنها بتبدأ أدائها يقل. وشوفنا نتائج رائعة اللي طبقوا وحصل لهم نتائج مذهلة على الغدد، وتحسنت أدائها جدا، وخصوصا الغدد اللي إلى الآن لم يتم اكتشاف علاجها، وإنما بياخدوا أدوية تنظمها. حلو كده؟ فاللي بيحصل بقى ان انت الطاقة بتتظبط، يوم يبدا الجسم يستعيد التشافي بتاعه ويستعيد الصحه بتاعته والعافيه بصوره رائعه. يبقى كده هنضيف رقم 8 النوم مبكرا والصحيان قبل الساعه 6. النقطه رقم 9، ودي بقى مهمه قوي قوي قوي، وانا قصدت اجلها النهارده عشان يعني عايز اتكلم فيها، كنت امبارح لو كنت حطيتها كنت هتكلم فيها بسرعه. من اعلى واقوى الطرق البسيطة جدا، لو انت مش دارس طاقة برضو هجيب معاك نتيجة، والطب الان برضو عامل فيها ابحاث مذهلة، يمكن الابحاث دي كانت من زمان موجودة وكنا بندفع فلوس عشان نشوفها، الان بقالها سنتين بدأت تطلع على السطح وتنشر مجانا. واعرف ان اي حاجة نشرت مجانا اذا عدى عليها 25 سنة من الدفع والفلوس يعني. وبالتالي حاجة بسيطة وهتستغرب، قد تستغرب لما اقولها لك. الصيام، انك تبقى جعان، تجويع جسدك لفترة طويلة، يعني هم بيسموه كده، احنا عارفين بقى هو اسمه الصيام، بيسموه العلاج بالتجويع، انك تبقى جعان وحاسس انك جعان بس مش هتاكل. يوم اللي يحصل الجسم بيستنفر جدا 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 وبيعلي المناعة جدا، فبيبدأ يلتهم كل حاجة غريبة، وكلما طالت فترة التجويع كلما زادت المناعة جدا. حلو؟ وده يمكن متكلم عن الموضوع ده في الفايل اللي اسمه سيكولوجية الصيام، هتلاقوه على اليوتيوب، انا نزله من حلقات ملفات من حوالي سنتين او ثلاثة. هو كذا فايل عن الصيام، ثلاث فايلات عن الصيام، واحد سيكولوجية الصيام، واحد اتنين، واتنين اتنين وتلاتة، او اتنين تلاتة وتلاتة تلاتة، منهم واحد كيف تستمتع بالصيام، كيف تستثمر وقتك في الصيام، هما تلاتة ورا بعض من حلقات ملفات. خلاص؟ فكل ما كان فترة الجوع فترة طويلة كل ما المناعة زادت جدا. واقول لكم تريك غريب شوية، ان هم اكتشفوا في الابحاث بتاعتهم انك كل ما كنت جعان وبقيت واصل لمرحلة من الجوع عالية، الجسم بيبدأ يلتهم الخلايا التعبانة اللي فيه. يعني انا يمكن طبقتها في انواع من الصيام، من الصيام دي طبعا في انواع كتير، في الصيام اللي احنا بنسميه الاسلامي اللي هو بتوقف الاكل عند الفجر وتاكله وتبدا وتاكل عند المغرب، وفي الصيام التاني اللي هو
يعني مختلف عنه شويه، اللي بيسموه الصيام المتقطع، ان انت بتحدد وقت محدد من الساعات في اليوم بس قليل، فايا كان بقى ممكن تخليها الصبح او تخليها بالليل زي ما انت عايز، المهم 4 5 ساعات اكل، وبقيت ل 20 ساعه او 19 ساعه مفيش اكل خالص، بس ممكن تشرب ميه او تشرب سوائل. ده نوع حلو كده، بس يمكن الاقوى انك توقف الاكل خالص وتوقف الشرب، ده اقواهم. بعد كده بيبقى دخلت سوائل، ده بيبقى مش عايز اقول بقى اقوى مش اقوى، المهم ده نوع. وفي انواع كتير، ومن اقوى 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 الانواع اللي هو صيام الماء، انك تقعد كذا يوم من غير اكل بس ميه بس. انا يمكن جربته وفي ايام وصلت فيها ل 9 ايام ونص ميه فقط من غير اي اكل تماما. الجسم بعد اليوم، وده يعني لو هتعدي ال 7 ايام لازم يكون في اشراف طبي، او تعمل سيرش اونلاين على الووتر فاستنج وتشوف اماكن بتعالج بالنظام ده، عاملين سحر سحر، بيوصلوا ساعات بالناس لغاية 40 يوم صيام مية، بس لازم اشراف طبي متكامل ساعتها، وبتكون في مكان معاك اطباء، لان بعد اليوم 5 الجسم بيبدأ ياكل نفسه، بياكل كل الخلايا التعبانة، كل الخلايا الضعيفة، كل الخلايا اللي قربت تبقى نص نص، ويلتهم بقى كل حاجة مضرة في الجسد، وبالتالي بيعمل تشافي رهيب. وانا يمكن ناس كانوا حاضرين معانا في رحلة من الرحلات واتكلمت عن الموضوع ده معاهم، كان حد عنده مشاكل في العمود الفقري وناس عندها مشاكل كتير، فلما راحوا الاماكن دي، وهكرر تاني، هتعدي ال 5 ايام صيام مية، لازم اشراف طبي من الدكاترة اللي بيؤمنوا بصيام المية، لان معظم الاطباء يقولك لا ده كلام فاضي، اوعى بيحذروا منه. اطباء بيؤمنوا بصيام المية هم اللي يكونوا مشرفين عليك، مش طبيب لا يؤمن بيه، وايه اللي هيخوفك وهيرعبك وهيعمل لك مشاكل كتير. حلو. يعني لقوا ان حصل تشافي من امراض كتير قوي 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 قوي، يعني اللي بيوصل بيعدي 19 يوم صيام مية تقريبا 70% من انواع الامراض بتتشافى. ولقوا كمان ان هم اكتشفوا الطريقه دي من الحيوانات اللي بيجي لها مرض تقوم موقفه الاكل، وبنسميها احنا البيات الشتوي، وبتعمل سبات كده عشان الجسم ينطلق لوحده من غير اي حاجه سلبيه، لان ما تزعلوش مني، اكبر مسببات الامراض الان هي الاكل. يعني اعرف كده ان كل مره بتاكل اكله بسبب البلاوي اللي موجودة والتلوث اللي في الزراعة والمصنعات والمواد الحافظة والألوان والسكر المصنع، الأكل معظمه الآن، يعني عارفين هقول لكم جملة غريبة يمكن أول مرة تسمعوها في الحتة دي، ثم لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. دي أحد الحاجات اللي الشيطان توعد أنه يعملها، ثم لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فإحنا الآن والله ممكن يكون اللي بيسمعني الآن في ناس 99% من الأكل اللي بيحطه في بقه متغير عن اللي ربنا خلقه، وأول تغير إنك تجيب الأكل اللي ربنا خلقه وتحطه في النار، دمرت الدنيا وكلته، أو بقى تقعد تحط عليه سكر، تحط عليه ملح، أو الهرمونات، أو الكيماويات، أو الحاجات المصنعة واللحوم المصنعة والزيوت المهدرجة والمعرفش المصنعة والكلام ده كله. ده حتى دلوقتي بقى فيه جبن ما هياش جبنة أصلا، متخلقة ومتصنعة واخدة لون وطعم. المشروبات اللي بنشربها لو دخلتوا مصانع المياه الغازية هتتصدموا. حلو كده؟ وبالتالي الأكل أصلا اللي بتاكله بيكون بيدمر الصحة وبيدمر المناعة. فجسمك، ركز معايا بقى، انت اكلت اكل غير صحي، فجسمك عايز يظبط اللي انت اكلته، فيدوب يظبط 40 50% تقوم واكل الاكله اللي بعدها، يقعد يظبط 40 50% تاكل الاكله اللي بعدها، فعلى مدى شهور وسنين يحصل لك مرض، لانه مش لاحق حتى ينظف 100% من الاكل اللي انت اكلته. فهمت اقصد ايه؟ فتكرار العادات السيئه في الاكل بتعمل كده. فالصيام من اقوى العلاجات، واحنا بنعمل خطأ كمسلمين اللي بيصوموا، ان احنا بنيجي طبعا في رمضان نصوم وجايين بالليل مدمرين الدنيا بالاكل غير الصحي. اللي بيخفف اكله في الصيام في رمضان بيستفيد، وممكن تبدأ تصوم الان حتى تجهز قبل ما رمضان يدخل. النقطة اللي عايز اقولها بقى، ودي حتة مهمة قوي، شوف كده، الجسم لما بتكون جعان جدا وعديت 3 4 ايام بيبدأ ياكل نفسه وياكل الخلايا الميتة أو الضارة أو المخلوقات بقى، إن كان مسمياتها تسميها بكتيريا تسميها فيروس تسميها أي حاجة، بياكلها بيلتهمها ويتغذى عليها. عشان كده سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى حلل كل المحرمات
لو انت جعان وهتموت. لو انت جعان وهتموت ممكن تشرب خمرة عشان تعيش. لو انت جعان وهتموت ممكن تاكل ميتة عشان تعيش. ممكن تشرب، مش عايز اقرفك، بس ممكن يعني تعمل اي حاجة. خلاص؟ ليه؟ لما يكون الجسم في حالة جوع شديد من طاقته العالية بيتغلب على اي حاجة فمستحيل تضره، حتى لو ميتة معفنة هياكلها وهيتغذى على العفن وعلى البكتيريا الضارة كمان. فهمتوا؟ فالصيام من اقوى مفجرات الطاقه، زي ما قلت لكم بقى في الفايل بتاع سيكولوجي الصيام. عشان كده الذنوب الخطيره اللي ربنا حط لنا ليها اشياء تطهر طاقتنا بيها، فصيام شهرين متتابعين اللي بتطهر الذنوب والاثام والحاجات السيئه الكبيره اللي انت عاملها. فمهم جدا تكون واخد بالك من الحته دي. يبقى كده قلنا كده 7 8 9 حاجات مهمه لزياده الطاقه، فكن مركز واخد بالك منها. طيب ندخل بقى في الركن او في الجزء بتاع الاسئله. بسم الله الرحمن الرحيم. هم كاتبين بقى السؤال ده كرر 25 مره، 15 مره، 10 مرات، 20 مره، 35 مره، 30 مره، تا 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 تا. طيب خلينا ناخد بقى الاسئله اللي كررت كتير عند الناس. انا بكون مطمنه تجاه شيء معين ومتوكله على الله سبحانه وتعالى وبسعى بدرجة كويسة، بس النتيجة جت مش زي ما انا عايزة، اعمل ايه؟ والخلل ممكن يكون فين؟ وهل اقدر اقول ده قدر ولا حاجة تانية؟ هو ده خارج موضوع الطاقة بس هدخله في الموضوع. انا ممكن اكون بعمل اللي علي عشان اكون متعافي بس يجي لي مرض، بعمل اللي علي عشان احقق هدف معين بس الهدف ما يحصلش. طب اعمل ايه؟ ركزوا معايا بالله عليكم عشان انا هفكلكم المعضله دي، بس هبداها بقاعده: اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك انك تكذب على اله الكون وتقول ده ربنا مقدره لي. لا، الله سبحانه وتعالى، ركزوا معايا دي حته مهمه قوي، الله سبحانه وتعالى عامل قدر ليا. خلاص، شوف هعمل حاجه غريبه بس عشان توصلك الصوره. الله عامل قدر ليا، فانا قدري يبقى الموبايل هنا اهو، ده قدري. وممكن قدري بعد ثانية ان يكون الموبايل هنا اهو، تنكر ده قدري؟ اهو ده قدري هنا اهو، وقدري بعد ثانية يكون الموبايل هنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا حاطط قوانين، لما انا اخدتها حصل القدر ده. انا ممكن النهارده امسك سكينة واعمل كده، عملت كده قدري بقيت متعور، اهو قدري اهو. فربنا حاطط قوانين، اخدت بيها حصل القدر. طيب انتبه بقى، السكينة ما كانتش حامية وكنت حاطط حاجة على ايدي، فلما عملت كده ما عورتش، برضه في قدر انا كنت واخده. السكينة مش حامية، عامل حماية، لابس لبس تقيل، لابس جوانتي خشن. فكل تفصيلة في الكون كلمة قدر معناها مقادير. خلاص، فلما انا الهدف ما يحصلش معناها ان في مقادير انا ما خدتهاش فأدت الى ان الهدف يتعرقل. ده اول حاجة. حلو كده. تاني حاجة، مشكلتنا ان احنا واحنا عايزين نحط الاهداف وننتقل فيها بصورة قوية، بنبقى شايفين الهدف المادي ناسيين الفايدة اللي هتعود علينا فيه. احكي لكم حاجة حصلت معايا في يوم من الايام. في يوم من الايام انا والدي دكتور في الجامعة، وكان يعني هو بصراحة ما اجبرنيش، بس كان يحب انه يشوفني دكتور في الجامعة، وانا كنت مسجل الماجستير، خلصت تمهيدي الماجستير لما كنت في الجيش، والحمد لله خدتها في سنه وخلصتها، كنت في الزقازيق، خلصت ميديا ماجستير ودخلت على الجامعه الماجستير بتاعي في جامعه المنصوره. فالمهم، وكنت متحمس بقى وعايز حاجات كتير اعملها والى اخره، واهدافي كبيره واحلامي كبيره. فاخترت، كنا سنه 98، اخترت موضوع اسمه ادمان الانترنت، ده بحث الماجستير، ادمان الانترنت وعلاقته ببعض متغيرات الشخصيه. حلو. عايز اقول لكم ان الله يسامح، والله يعني انا اسامحك او اسامحك لو شايفاني، ودكتور التاني الله يرحمه توفي، فدكتوره كانت معانا، ف يعني قالت لي ادمان انترنت ايه، الموضوع جديد ولسه ما حدش عمله قبل كده. وفعلا من فضل الله عملت سيرش في كل الجامعات عشان نشوف البحث اللي اتعمل، وجبت ورقه من كل الجامعات ان ما حدش عمله، وما كانش حد عامل بحث ماجستير في الشرق الاوسط في موضوع ادمان الانترنت، لان انا كنت في التوقيت ده مدمن انترنت وبصرف على المودم وعلى اشتراك الانترنت مبالغ ضخمه جدا شهريا. حلو كده.
المهم مش عايز ادخل في التفاصيل، الدنيا لخبطت 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 معايا، وقعدوني حوالي 6 سنين كاملين في الماجستير. خلاص، ففي مره كنت مخنوق ومتضايق وقاعد افكر كده، هو بعدين ايه، هو في الحكايه تك واروح واجي واروح واجي سنه ورا سنه والسنين بتعدي، لغايه ما في مره سالت نفسي سؤال، هو انا عايز اخلص الماجستير ليه؟ لقيت نفسي انا من منصوره، اللي بيسال دلوقتي انت منصوره، انا من منصوره طبعا عن جد حبيبتي المنصوره، وحشتني بقالي كتير ما رحتهاش، وتحيه لكل اللي بيشوفنا من منصوره ومن كل بلاد العالم، بس منصوره سبيشال عشان هي بلدي الحبيب. المهم، فمن شارع بورسعيد كمان لو انت عايز تعرف قدام كوبري طلخ. المهم، فالنقطه المهمه ان سالت نفسي سؤال، طب انا عايز ايه بعد الماجستير؟ عايز اخد دكتوراه. طيب وبعد ما اخد الدكتوراه عايز ايه؟ عايز ابدا انطلق وافيد الناس. حلو، طب سؤال هنا، هو انا ما ينفعش انطلق وافيد الناس الا ما اكون انا دكتور؟ ايه ده، لا طبعا ينفع. طب يلا ابدا، ابدا وبعدين لما يجي الماجستير لما يجي الدكتوراه ابقى اعملهم، ابدا. وقمت فعلا بادئ خلاص، وبدات الكلام ده مش عارف 2004 5، بدات اعمل حاجات مهمه، وبعد فتره طلع عمرو خالد وصناع الحياه، انطلقت وعملت حاجات كتير مفيده، وقعدت اعمل فايلات اونلاين وانشر، يعني عملت حاجات رائعه مفيده جدا، ودخلت بزنس. عايز اقول لكم بقى ان انا وانا راجع البيت في يوميها بعد ما قلت خلاص هبدا وافيد الدنيا وانطلق، جات لي فكره تانية، هو انت لازم تخلص الدراسات العليا عندك من المنصوره؟ طب ما تشوف القاهره يا عم، شوف جامعه عين شمس، شوف جامعه القاهره، ما في جامعات مفتوحه قدامك، اشمعنى يعني منصوره يعني؟ تصدق والله، ايه ده، يلا. وبعد شويه، طيب هو لازم مصر اصلا؟ ما تشوف الدنيا بره فيها ايه، والابحاث الجديده فيها ايه والكلام ده. كنت في التوقيت ده لسه الطاقه مش في دماغي خالص، حتى بيني وبينكم كنت بقول ايه الخزعبلات دي وايه الكلام الفاضي ده، ويعمل لي كده وزبزبات، وبتريق على الكلام ده كله. حلو، وانا هنا يعني اسمحوا لي اعتذر للدكتور الرائع دكتور صلاح الراشد، علشان اول مره سمعت عن الطاقه سمعتها منه، ويعني خد مني غيبه ونميمه وسخريه للصبح في التوقيت ده، فانا بعتذر له على الهواء مباشره. ربنا يا رب يبارك فيه ويوفقه على المعلومات اللي في التوقيت ده افادتني زمان لما انا فقت وبدات اسمعه، وقلت يمكن يكون الراجل اللي بيقول كلام مفيد اما اسمع، فيعني عمل لي نقله في حياتي لما سمعت معلوماته اللي قدمها في الفتره اللي كانت 2000 تقريبا 5 او 6 حاجه زي كده. المهم، فاللي انا اقصده ايه، طب يا عم اقدم بره، فقمت مقدم بره، ولقيت الدنيا سهل سلسه، وانطلقت وبدات تكتك وابحاث كتير ومعلومات كتير، واو. فانا لو ما كنتش وقفت وسالت نفسي ايه الهدف الكبير اللي بعد الهدف المرحلي اللي انا حاطه ده، كان زماني لسه واقف لغايه النهارده، او الله اعلم كنت احبطت وقعدت اعيط، او كنت قلت مش قدري بقى وقعدت نايم في البيت. نستفيد ايه من القصه السريعه دي؟ ان انا اول ما تلاقي نفسك في هدف متعرقل، اعرف ان ممكن يكون انت في حاجات تانية ما خدتهاش، او ممكن يكون انت هدفك كبير ونيتك كبيرة وطاقتك اعلى، فالهدف ده مرحلي صغير فمتعرقل لان في هدف اكبر هيوصل اسرع. فاسأل نفسك، لو انا خليت الهدف ده مرحلي ايه اللي بعده؟ او غمض عينك وشوف نفسك حققته، يلا طب بعد كده ايه؟ بعد كده هكون عملت كده، بعد كده كذا، طب يلا مفيش طريقة دلوقتي تاخدني لكذا على طول، يبقى وفرت سلمتين، هتفاجأ بتسهيل كتير في حياتك. عشان كده بقى لو السؤال التاني حد يقول لي، طب انا يا عم انت كده حسستني ان انا الهدف بتاعي ده، انا اصلا هدف اتجوز فلان، ها يا بنات ويا شباب، ويعني عايز اقول لكم دلوقتي الحمد لله الاجيال الشباب يعني من سن 16 و18 عمالين يزيدوا عندي على السوشيال ميديا، فربنا يوفقك يا رب، وان شاء الرحمن والله يا رب اكون سبب في اني اقدم لكم معلومات تاخدوها من حد يعني ضعف عمركم دلوقتي. انا عندي خلاص تقريبا 44 سنه، فانا قد عمركم ب 24 سنه او 23 سنه او 26 سنه حتى اللي عندهم 18 و16، فيا رب اكون بفيدكم وتستفيدوا، لان المعلومات دي كلها انا عرفتها وانطلقت فيها وانا في الثلاثينات، فعملت طفرة في حياتي. فلو انت عارفها وانت 16 او 18 هتعمل سحر، وهتبقى نقلات نوعية في حياتك، فرب يفيدكم ويجعل كل ايامكم على الدوام جنات ونعيم.
لما انا الاقي نفسي عندي حد عايز اتجوزه، هو ده الهدف اللي انا بعقلي بقى مشوشني وشايف ان انا هتدمر من غيره ومش هعرف اعيش من غيره، اقعد مع نفسك واسال طب لو اتجوزته او اتجوزتها هبقى عايز ايه؟ عايز ابقى سعيد مستمتع. نعم، ويا السعادة والمتعة انا عامل برنامج في عقلي ما تجيش الا عن طريق ده، فابدا افكر اعمل ايه تاني دي سعادة ومتعة؟ ايه المتعة اللي في حياتي؟ ولو انت دارس اكتر وتعمقت تعرف ان المتعه والسعاده بتجيلك من الداخل، انك تخلي نفسك تستمتع بالمتاح. وانا عامل فيها هذا الفيديو اسمه استمتع بالمتاح ياتيك غير المتاح، اسمعوه. وفي حتى تصوير بهليكوبتر من موريشيوس تقريبا او سيشلز مش فاكر، سيشلز، هتلاقي فيه حاجات حلوه هتساعدك تستمتع بالابسط حاجه عشان تجذب المزيد. يبقى خلاصه السؤال، عندي هدف متعرقل، انا معناها ان في حاجات ناقصه لسه ما عملتهاش، او معناها اسال نفسي لو انا حققته هعمل ايه بعد كده، وشوف اللي بعد كده ممكن توصل له دايركت مباشر او الدرجه اللي بعدها فتنطلق اسرع، ويبقى هو عباره عن شورت كات او اختصار يوصلك للي ابعد منه. طيب، في حد بيقول ازاي اقوم بتمرين تامل بسيط علشان اقدر استمر عليه يوميا، وايه افضل اوقاته خاصه اني لسه ببدا امارس التامل، وهل الصلاة والخشوع الموجود فيها يغني عن التأمل، ويعني ايه تأمل اصلا، وايه الفرق بين التأمل والتوقيف الافكار؟ بصوا بقى، هبدأ الاول هو ايه التأمل للناس اللي لسه ما يعرفوش كلمة تأمل او التأمل معناها ايه. هو التأمل عملية فيها حاجتين، فيها ان انا بركز على شيء محدد، وبعدين بوسع الصورة وعلي انتباهي، ففيها انتباه وتركيز، انتباه وتركيز. خلاص، التأمل عملية عبارة عن انتباه زي التركيز. انتباه معناه ايه؟ عارفين واحنا كده طلاب في الامتحان في اللجنة، وتلاقي لما يكون عندنا استاذ من اياهم، ها اياهم بيني وبينكم احنا عارفينهم يعني، ويا ما قلنا عليهم كلام حلو، تلاقيه قاعد ما بيبصلكش ابن اللذينة وماشي في اللجنة، بس الانتباه بتاعه ايه؟ هو ماشي كده وفجأة تعالى تعمل ايه؟ انت شفتني ازاي يا ابن الذين، انت ما شاء الله عليك. ده معناه الانتباه بتاعه عالي. الانتباه معناه ان انا في حالة حضور وعقلي متصل بأكبر قدر ممكن من المعلومات. التركيز معناه ركزت على حاجة محددة تفصيلة معينة. في مثال الأستاذ ده بقى، هو قاعد كده ماشي عامل فيه ان هو مش مركز، فهو منتبه لكل طالب، عقله كونكتد بكل واحد، لغايه ما حد من هنا او صابع هنا من هنا اتحرك، وهوب مركز عليه الانتباه التركيز، تعمل ايه؟ فمركز عليه. فالتامل شامل الاثنين دول. التامل معناها ان انا همسك موضوع محدد، ممكن الموضوع ده يبقى ورده اقعد قدامها وبتامل الورده، مركز فيها بس لا اسمح باي معلومات تدخل خالص. اتامل هي بتعيش ازاي، بتاكل ازاي، بتشرب ازاي، بتنمو ازاي، ده اسمه تامل. مجرد ما تاملت، ركزوا معايا في المعلومه الدقيقه الخطيره دي، مجرد ما تاملت الطاقه بتبدا تنتقل منها اليك والعكس. يعني أي حاجة أنت بتتأملها الطاقة بتنتقل منها إليك والعكس. فكل ما كانت الحاجة دي طبيعية، كل ما كانت الحاجة دي طبيعية من غير تدخل بشري، كل ما كانت الطاقة فيها عالية. فتأملك فيها بيشحن جسمك طاقة كبيرة. ركزوا معايا في الحتة دي بقى عشان دي مهمة قوي. فإحنا في الأول بندرب الناس، وخصوصا لما يكون وعيهم بالإله لسه مش قوي، لسه الحالة الروحانية عنده مش عالية، مجرد تأملك في الطبيعة اللي ربنا عاملها بترفع الطاقة عندك، فبتعلي الروحانية عندك، وبتحس بمشاعر جميلة، وبتحس بحالة رائعة، أوتوماتيك بتبدأ بعد كده تكبر، فتتأمل البحر، تتأمل السماء، تتأمل الجبال زي ما الأنبياء كانوا بيعملوا. والجبل من أعلى المخلوقات في الكون طاقة، عشان كده هو المخلوق الوحيد اللي ربنا تجلى ليه. وكل الأنبياء قبل ما يكونوا أنبياء
كانوا بيقعدوا على الجبال فترة طويلة ويتأملوا، دي من أعلى أنواع الطاقات. سيدنا إبراهيم كان بيتأمل الشمس ويتأمل في القمر، تأمله للمخلوقات الضخمة الكبيرة دي أخذ طاقة طبيعية عالية قادته أوتوماتيك لأنه يصل إلى الإله فيبقى متواصل بيه. عشان كده الصلاة اللي في الدين من أول اليهودية والمسيحية والإسلام، الصلاة في الثلاث ديانات دول هي آخر حاجة من التأمل، هي أن أنت خلاص خلصت تأملاتك في الطبيعة، خلصت تأملاتك في الأشجار والجبال، خلصت تأملاتك في المخلوقات العملاقة والأقمار والشمس والكلام ده كله والنجوم، اتصل الآن بالإله وخلي تأملاتك متصلة بأعلى درجة في الإله. وهكرر معلومة نفسية مهمة، اللي ما تعلمش تأمل ومعرفش يتواصل مع المخلوقات الطبيعية ولا مع هذه المخلوقات ويستشعر معها الطاقة، مش هيعرف يوصل بصورة قوية، حتى وإن كان موهوم إن هو بيخشع في الصلاة مش هيعرف يوصل لها، لأنه بالضبط عامل زي اللي دخل على منهج الرياضيات من غير ما يدرس حساب 1+1=2 وجمع وطرح في البداية، أو زي واحد دخل على الجري من غير ما يتعلم المشي. معايا؟ هو سيستم طبيعي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى منزل الدين مراحل درجات، فمهم تكون واخده تدريجي. عشان كده احنا طبيعتنا الفطرية ربنا بيسيبنا فترة على الاقل 10 سنين للي بيبلغه او 11 سنة، مفيش تشريع، عشان لازم تعدي فترة طبيعية مادية شهوانية تؤهلك للارتقاء الروحاني. ده طبيعي، لازم تعدي في مرحلة تتصل بالمادة، عايز اكل، عايز اشرب، اناني، تلاقي الطفل بيحب الحاجة مش عايز يديها لحد، لازم تعيش الفترة دي عشان تنتقل روحانيا وتبدأ تتصل بالإله. فالأمهات اللي مش فاهمين المعلومة دي مثلا، لما يلاقي طفلها عنده 3-4 سنين وبيشد الحاجة وعايزها فبيقوموه أو بيمنعوه، وده عيب وغلط وما يصحش وما ينفعش، بيدمروا الفترة دي. مهم أبدأ أعلمه الشيرينج أو أبدأ أعلمه الجيفنج بعد ما يعدي السن 5 سنين أو 6 سنين. حلو كده، يكون عدى الفترة اللي بيشبع فيها الإيجو عشان يكتمل نموه فيبدأ يبقى عنده روحانية عالية. فمنع الأخطاء دي من الصغر بيخلي الإنسان يفضل طول حياته مادي أو بيبعده عن الروحانية والاتصال بالله سبحانه وتعالى. فيبقى ده التأمل خلاص بيوصل للصلاة. فالصلاة الحقيقية اللي احنا بنعملها هي التطور الطبيعي للتأمل. فاللي دارس طاقة بقى ودارس تأمل، الصلاة بتبقى مذهلة. حلو كده، عشان كده زمان لما الإسلام جه كانوا هم بيعملوا العبادات وبيتأملوا في الأصنام وبيتأملوا في الطبيعة، فقدر يبقى عارف اللي بيتم، فقدر بعد كده يعملوا مع الإله، فكان طاقتهم عالية جدا. عشان كده اللي بيدخل الدين الإسلامي من دين تاني بتلاقيه بيطبق أحسن 1000 مرة من اللي ما تعلمش، مش من اللي ما خدش تدرج، لأنه جاي من منهج مثلا مادي قبل كده، أو كان ملحد، أو كان بيعبد حاجة تانية، جاي من منهج مادي وبدأ يدوق الروحانية وطاقته بقت عالية، فيبقى أقرب للطاقة الإيجابية اللي بيحسها في الدين. عشان كده حتى زمان ساعات لما يسمعوا كلام القرآن وبيسمعوا ذبذباته بتحس ان قلبه رق وبقى طبيعي، لانه اصلا دارس طاقة، فبيحس طعم الذبذبات دي فيها حاجة غريبة. اللي ما تعلمش طاقة بتلاقيه تقري القرآن جنبه ولك هو مالهم دول في ايه، انا مش حاسس بأي حاجة، لانه بقى يعني مراكز الطاقة عنده متكلسة من كمية الطاقات السلبية اللي عنده، وبالتالي بيعاني في حياته. طب تمرين بسيط للتأمل هعمل ايه؟ اي حاجه انت عايزها. يعني لو قعدت مثلا في البلكونه تتامل السحاب، مجرد تركيزك مع السحاب وهو بيمشي ماشي ازاي، ايه القوه اللي بتحركه، اوصل في الاخر بعد كده، يعني خدها ببساطه ووصل في الاخر لان في قوه كبيره اللي هي الاله بيحركه. حلو كده، هتلاقي نفسك بعد ما خلصت بقيت مرتاح، بقيت هادي، بقيت مطمئن. ده تمرين بسيط. في تمرين تاني بنسميه جلسه الصمت، ان انا اغمض عيني خالص واركز على اعضاء جسمي من الاصابع لغايه الدماغ فوق، عضو عضو، الصابع اليمين، صابع الشمال، بطن الرجل، كعب الرجل، الرجل نفسها، الساق، ثم الركبتين، ثم الفخذين، بهدوء، خدك فيهم 4-5 دقائق. المهم ما تسمحش لاي فكره تدخل، زي ما احنا شرحنا بقى في الافكار في قوه الكلمه والتفكير. اللي هيعرف اللي هيتدرب على التحكم في افكاره هيلاقي التاملات بتجيب نتائج مذهله في حياته.
حلو كده؟ فده تمرين تاني مهم قوي. يا سيدي مش عارف تعمل اي حاجة خالص، غمض عينك وتخيل هدف من الاهداف اللي انت عايز تحققه في حياتك، وابتسم وافضل اتفرج على نفسك فيه وانت بتعمله، بس مش ويا ريت، لا تتفرج على فيديو مستمتع. لقيت نفسك متعلق، خلاص اتفرج على فيديو لحد تاني، شوف حد ربنا فاتح عليه وعنده رزق واسع، واقعد تأمل كده النعيم اللي عنده والرزق اللي عنده والصحة اللي عنده والجمال اللي عنده، وقول الحمد لله الإله اللي اداله ده هو نفس إلهي، وتأمل واستمتع. فهمت أقصد إيه؟ فالتأمل أفكاره بسيطة، المهم إن أنا أخلي دماغي وتفكيري في اتجاه واحد بس. ففي الصلاة من أبسط معلومات فيها إن أنا أول ما أدخل بتصل بالإله، يعني بتأمل إن أنا واقف قدام إلهي وأنسى الدنيا وأنسى الكون وأنسى ظروفي وأنسى حياتي وأنسى كل حاجة. ولما أكون بقرأ آيات معينة أكون عمال أتأملها وأتأمل معانيها، فبتبقى متصل جدا بطاقتها، وبالتالي بتبدأ تفيدك بصورة رائعة. في حد كاتب هنا التأمل يساوي حسن الظن بالله؟ لا، حسن الظن بالله ده اسمه تفاؤل. حسن الظن بالله قناعة متفائلة ان اللي جاي احلى. التأمل معناها تبقى انت واقف قدامي وعمال اتأملك، ابص على جمالك، الله ايه العيون الحلوة دي، ايه يعني التفصيلات الدقيقة في البؤبؤ، رائعة ما شاء الله سبحان الله تبارك الله فيما خلق. أو لو حد خد اللقطة ديت ونزلها وقالك أحمد عمار عمال يعاكس. فأنا عمال أتأمل، يعني في حاجة حلوة بتأملها باستمتاع بهدوء، بعمل observation كده، ملاحظة بس، من غير أنا. خلي بالكم أنا مش عايز ألخبطكم، بس إن أنا أقعد أحط أحكام إنها جميلة ومش جميلة أنا كده بوظت التأمل شوية، بس مش مشكلة، اعملها كده بس الأول، هي مرحلة لغاية ما تتدرج بإنك تكون بتتأمل من غير أي أحكام، وده أعلى أنواع التأمل، بس هنخليها بعدين. ما يبقاش في أفكار أصلاً ولا في تسميات ولا إنها حلوة ولا وحشة، أنت ملاحظ بس. بس اللي بيعملها في الأول بيلخبط، فالأول استمتع بس كده بحاجة حلوة عشان تخلي تفكيرك يبقى مركز في دي بس، ما يحصلوش أي تشويش، لغاية ما بعد كده لما تدرس تأمل بقى هتوصل لدرجات فيه أعلى بكتير، اللي بتجيب نتائج سحر بمعنى الكلمة. طيب ناخد سؤال تاني، ناخد سؤال تاني. هل التأمل قادر على شفاء الأمراض المزمنة؟ هقول لكم معلومة بالله عليكم، خدوها كده من أخوك الجعيدي، يعني مع كل احترامي وتقديري وتبجيلي لأحبتنا الأطباء الأعزاء، ده لما يكونوا معايا في كورس الطاقة بنكش وأدي الخبطة وبص عليهم كده، دايما في كورس الطاقة بيكون حاضر مثلا بتاع 18 20 دكتور طبيب أو 15 حاجة زي كده، فأدي الخبطة وبص، ها ها ها، بقول لكم إيه، طب بس عديها عديها. فاسمعوني كده، مفيش حاجة اسمها لا أمراض مستعصية ولا أمراض مزمنة ولا وسواس قهري. المسميات دي هي المصيبة. احنا قلنا امبارح في حلقة امبارح، انا مش هقول بقى امبارح لان احتمال احطهم فايل واحد فانا لابس نفس اللبس، فقلنا في اول الفايل ان انا الافكار هي اللي بتولد الطاقة. فلو انا عندي قناعة ان المرض مزمن دي مصيبة لوحدها. ليه؟ قناعتك بانه مزمن يعني انت اديت اشارة بالطاقة ان يا جسمي خد كوبي من الطاقة دي وطلعها لي كل شوية، اصلا دي مصيبة اساسا. او اني يبقى عندي قناعة ان المرض ده ملوش علاج او مستعصي او خطير او بشع، انت كده بتطفي المناعة لوحدك. لما تسميه مرض ملوش علاج دي مصيبة لوحدها، وبالتالي مفيش حاجة اسمها كده، ما خلق الله من داء إلا وجعل له دواء. فأنا بحبش أي مسمى لأي مرض، ده من أخطر الأشياء طاقيا. حلو، يمكن قلتها لكم قبل كده، بتلاقي حاجات، ويا رب الأطباء اللي بيسمعوني ولو في طبيب صديق
تعرفه او حد من القرايب او العيله، ابعت له الجزء ده، يا تبعت له الفايل، يا تقص الحته اللي جايه دي وتبعتها لهم الاطباء. تلاقيه يقول لك ايه، الدكتور فلان الفلاني لامراض القلب، يا راجل لامراض الكبد، لامراض الركبه، لامراض الطاقة لوحدها خطأ. طب حتى أقول لصحة القلب، فالطاقة في المسمى مصيبة لوحدها، ولأنهم مش دارسين طاقة المسميات دي غلط. المسميات دي بتبقى بتتحط في اللاوعي سبليمنتري كده وانت ماشي، أمراض القلب، أمراض القلب، أمراض القلب، في إيه؟ قول لصحة القلب، لعافية القلب، لشباب القلب، أي مسمى إيجابي، ما تسميش مسمى سلبي خالص. ويمكن فترة من الفترات وزارة الصحة كان بيجي لها انتقادات من علماء النفس وعلماء الطاقة كتير، يا وزارة الصحة انت اسمك وزارة صحة ازاي وانت كل مؤتمراتك امراض واعراض الامراض، اعراض امراض، يقولك ايه وقاية من مرض كذا، الامراض والاعراض، امراض واعراض، اعراض امراض، امراض واعراض، ايه يا عم؟ فقعدوا يا وزارة الصحة احنا ما شفنا لكيش مؤتمر عن الصحة، عن العافية، عن الشباب، عن الحيوية. ده كان لفترة بسيطة، يمكن من حوالي سنتين بدأت وزارة الصحة تعمل مؤتمرات الصحة، عملوها في الإمارات أول حاجة الحمد لله من سنتين تقريبا، مؤتمر عن التعافي والعافية والصحة، مش بقى المرض وعراجه والأعراض وعلاجها، فكده اسمها وزارة الصحة بقى. فبدأ التركيز على الصحة وعلى العافية وعلى التشافي وعلى الشباب والحيوية. فهمتوا قصدي؟ حتى وبرضو يسامحني الأطباء، انك لما تروح لطبيب الان تقول له عايز اكون في كامل الصحه وفي كامل العافيه وفي كامل النشاط وجسمي قوي، ممكن يتلخبط، هيقول لك كلام عام، كلام اي حد ممكن يقوله. هم مش دارسين معلومات علميه للصحه، هم دارسين كتب كده الفارماكولوجي معايا، كتب كده بكل انواع الامراض في الكون والادويه بتاعتها والعلاجات بتاعتها والتصميمات بتاعتها، مصيبه الامراض والاعراض معايا، ادويه لدرجه طبعا صيدله في الفارماكولوجي، المهم درس الاشياء بتعمل ايه وبتعالج امراض ايه واعراض ايه، تك تك تك، في اسماء كتير جدا، امراض امراض امراض. انا كنت عامل مره كورس لاطباء عن المذاكره وحفظ المسميات دي كلها، فالكتب كلها امراض واعراض بيتلخبطوا فيها، فالدراسه كلها امراض. طب فين الصحه؟ فين العافيه؟ فين التشافي؟ هي دي الكارثه. وبالتالي مهم التركيز على موضوع الصحه وعلى العافيه. عايز اقول بقى ان لما تكون مركز ان مفيش حاجه اسمها مرض مزمن، مفيش حاجه اسمها مرض معدي، مفيش يا ربي معدي لا، فيه مفيش حاجه اسمها مرض مستعصي، مفيش حاجه اسمها مرض وراثي. بالمناسبه عاوزكم تعملوا سيرش على حاجه اسمها الايبي جيناتيك، والاطباء والصيادله ركزوا فيها، ويمكن دي معلومه بقولها من زمان في كورس الطاقه، انتبهوا ليها كويس قوي. ايبي جيناتيك دي معلومات مهمة جدا جدا جدا، اللي عايز ياخد بقى معلومات حقيقية للصحة والتشافي من الأطباء والصيادلة. اكتشفوا ان الجينات لما تكون البيئة الطاقية المحيطة بالخلية طاقة إيجابية، الجينات الحاملة للمرض بتتنحى، فأنت بتلغيها من السلالة خالص، لا تنشأ ولا تصعد على السطح. ولو البيئة المحيطة سلبية، ستريس، ضغط، خنقة، غضب، الطاقة السلبية دي بتنشأ الأمراض الوراثية وبتزيد أكتر بكتير. فيمكن دكتور بروس ليبتون أقوى حد عامل حاجة في الموضوع ده، أو هو اللي أنشأ الموضوع ده، فتعمقوا أكتر وإقرأوا فيه بصورة رائعة. وطبعا اللي حاضر معنا كورس الطاقة أنا عامل فيه أبحاث كتير جدا 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 مذهلة للي عايز يتعمق ويبدأ يبقى له السبق. يمكن من فضل الله الحمد لله الناس بيحضروا كورس الطاقه بقى لهم 10 او 9 سنين، 10 سنين دلوقتي. فحاليا في اطباء كتير سجلوا ماجستيرات ودكتوراه في دولهم، فكانوا من اوائل الاطباء اللي بداوا يتكلموا في الطاقه، وحاليا معظم الدول العربيه فيها رسائل دكتوراه وماجستير في الطاقه الحمد لله. فاذا عايز تلحق قبل الموضوع ما ينتشر ويبقى عادي وتكون من السباقين في المجال ده، الحق ابحث في المجال وانطلق فيه. فحد بيقول هنا، هل الطاقة بتعمل تنظيف وبتنظف الآثار السلبية اللي حصل لي في الماضي؟ ده هي الطاقة أم التنظيف. خلي بالكم من فضل الله كورس الطاقة بيتعمل من 10 سنين، وهو أقوى كورس تنظيف موجود على الساحة دلوقتي من فضل الله، من 10 سنين بيتعمل، ويا ما تكلمنا عنه، بيعمل تنظيف لكل التراكمات اللي حصلت لك من وانت في بطن أمك، لأن كله بيتسجل من وانت صغير في بطن أمك، بيتسجل لما تكون ماما زعلانة وانت حامل، بتسجل الطاقة السلبية بتاعتها، البيئة اللي نشأت فيها، الأكل اللي عمال تاكله، الذكريات والأحداث، كل ده بيتخزن في مراكز الطاقة. فانت لما تعمل تنظيف بينظف كل الكلام ده.
وبالتالي طبيعي كل ما تعاملت مع الطاقه اعلى بتشيل الامراض المزمنه، مش حاسمها مزمنه، بتعلي المناعه فالامراض بتروح، وفي نفس الوقت بتتلاشى الذكريات الاليمه، تنظيف معنى الكلمه، تنظيف كاسح من اروع ما يكون. طيب في سؤال هنا، من بعد تمرين امبارح الخوف عندي زال بشكل ملحوظ واتطمنت، حلو كده، لكن انا عاوز الخوف ما يرجعش تاني، اعمل ايه؟ لان بعد ساعات قليله بيهاجمني الخوف مره تانية. طيب في حد هنا بيقول كيف اتعلم العلاج بالطاقه؟ في مدارس كتير. بصوا اي ما يتعلق بالتعلم والطاقه والكورسات هقولها يوم الخميس الجاي ان شاء الله الساعه 6 مساء دبي، يعني 5 مساء السعوديه او عصر مساء السعوديه و4 عصر القاهره ان شاء الله الخميس القادم. فالسؤال هنا بيقول ايه؟ زال الخوف بعد التمرين، ازاي بقى اخليه يستمر؟ ما خلي بالكم الخوف اللي احنا عملناه او التمرين اللي عملناه امبارح، انا سحبت لك الطاقه السلبيه اللي ركز معانا لما عملنا كده، انا ركزت على الطاقه السلبيه وسحبتها من القلب من عندك. وخلي بالكم ممكن حد يقول لي هو انت سحبتها ازاي، هو انت قدامي، هو انت شايفني، هو كذا، يعني عشان ما لخبطكوش هقولها، واللي يعني عايز يفهم اكتر لما في كورس الطاقه هتكلم بالتفصيل. الطاقه ما لهاش علاقه لا بالزمان ولا بالمكان، يعني اللي هيدخل على الفايل اللي متسجل امبارح وانا بعمل كده وهيركز على ايدي هيتسحب الطاقه منه. ما دي معجزه الطاقه، فيها سحر هنتكلم فيه بعدين، فيها حاجات كتير جدا لا تتخيلوها، سحر بمعنى الكلمه. جرب كده، اسمع الفايل بتاع امبارح وعيده تاني وقدام ايدي، اعمل معايا التمرين، هيتسحب منك الطاقه خلاص، وطاقه المجموعه اللي كانت مشاركه معانا كلها بتكون بتاثر فيك ايجابيا بفضل الله سبحانه وتعالى. ف عشان بقى اخلي الخوف يشيل خالص ويتلاشى وما يكونش مستمر معايا، مهم اعمل التمرين كتير لغايه ما يتسجل في اللاوعي، وبيتسجل في اللاوعي بعد تكرار 7 مرات على الاقل، الافضل 19 مره. حلو كده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هغمض عيني زي ما عملنا امبارح واحس المشاعر واشوف نفسي متقبل النهايه وايه المشكله، وبحط بقفل في عقلي كل النهايات واقول خلاص ايه المشكله، في الاخر مثلا هموت وهقابل ربنا، ايه المشكله، عادي. كل ما تعملها مره مع الثانيه مع الثالثه المشاعر الخوف هتقل تقل تقل، فهتتسجل في اللاوعي بصوره قويه. لو عندك بقى مخاوف كتير وانواع كتير، لان في حد سائل هنا قام قايل ينفع التمرين ده اللي عملناه امبارح يتعامل مع انواع مختلفه من المخاوف؟ ينفع، واللي عنده مخاوف كتير ياخد بقى كورس الامان التام، انا عامله بالتفصيل في الموضوع ده، وعامل فيه حتى برنامج عملي 14 يوم، حط السماعات وغمض عينك وبسحب لك كل الطاقه السلبيه بالايحاء بالهيبنوسيس، يعني عشان تنظف بقى الخوف اللي متخزن من زمان، وكل مرات الرعب اللي عشتها في حياتك، كل مره شفت فيها رعب او فيلم رعب متخزن في عقلك، فتلاقي كله موجود بيتمسح بصوره قويه. فاللي عنده فوبيات عاليه جدا او عنده رعب شديد قوي هيفيده جدا كورس الامان التام لو انت عندك الخوف عالي الى هذه الدرجه. طيب افضل الطرق اطمن بيها طفلي الخايف، ازاي اعالج طفلي من الخوف؟ ازاي انا كأم او اب ابطل اخاف من المرض على اطفالي؟ كيفية تحصين أولادنا من إحساس الرعب من هذا الفيروس؟ ده من أكتر التعليقات اللي بيقولوا، جت مختلفة يعني، مختلفة الصياغات من الناس. بصوا يا جماعة، الخوف فطريا، يعني العلماء مختلفين فيه شوية، بيقولوا هل هو الخوف كله طبيعي ولا مكتسب. فآخر أو معظم العلماء متفقين على أن كل أنواع المخاوف مكتسبة ما عدا الخوف من الصوت العالي فتتخض وتخاف، او الخوف من السقوط، تلاقي البيبي على السرير وهيجي يقع تلاقيه خاف وعايز يرجع تاني. دول الخوفين الفطريين الطبيعيين، لكن لو في اسد هتلاقي البيبي بص له كده وراح حط ايده في بقه عادي. لو في فيروس قدامه، فيروس مثلا مدمر جدا بقى زي مش عايز اقول بقى اسامي سلبيه ولا مدمر جدا ولا حاجه، المهم حاجه خطر، هتلاقيه راح ماسكها واكلها، ممكن يمسك صرصار ياكله، يمسك فيروس يقوم حاطه في بقه واكله، هو مش خايف. احنا اللي هو انتوا اللي بتنقلوا الخوف لاولادكم.
خلاص يعني انا ولادي في المدرسه عندهم زمايل مرعوبين وخايفين، فبابا جايين جايين من المدرسه اولادي بيكلموا بابا هو ايه الكورونا ده؟ هو الكورونا بيموت؟ فانا قمت قايل بيموت. حتى لو بيموت احنا لما نموت هنروح فين؟ هنروح لربنا. اوكي ايه المشكله يعني؟ طيب هو بيموت ازاي؟ بيجي يعورني بيجيب دم؟ قال لي معرفش. قلت له اوكي، هو لو انت ما غسلتش ايدك هيدخل، ولو انت بتاكل اكل صحي مش هيعمل حاجه، فهديله الدنيا في كل اكل صحي عشان ما يخليكش تتعب او تبقى موجوع. وشافني بتعامل ببساطه فقعد يضحك على اصحابه اللي خايفين. اصحابي كانوا خايفين جدا. اوكي شايفك مطمن يا جماعه. يا جماعه يلا محمد رمضان يا جماعه. نسيت كلمات الاغنيه. مش عارف يا جماعه والله دي بيقول ايه. تحيه كبيره محمد رمضان العسل، ربنا يوفقه يا رب ويفيد بيه الناس ويعمل حاجات مفيده للناس افيد من اللي موجود الحالي. المهم ف يا جماعه اولادنا لا يعني لا يتعلموا الخوف عن طريق التلقين. مش هقول ولا انا عايزك تخاف، بص اترعب، ها خاف وترعب، لا هو لما يشوفنا خايفين ومرعوبين بيلقط مننا وبيخاف، وبالتالي انا اللي بنقله الخوف. فلما يشوفني مطمن بتعامل مع الدنيا ببساطه ورايق وبضحك هياخد طاقه الامان بتبهت. عارفين لما قالوا زمان، انا بس لان لسه 4 دقايق عشان بس اسيف الفايل، لان لو عدى الساعه مش هينفع يتسيف، فلازم اخلص سريعا. إيه لما هم يا جماعه حد يجيب لي ولاعه. يا جماعه حد يجيب لي ولاعه. المهم ف لما قالوا زمان اللي بيجاور السعيد بيسعد، دي طاقة، الطاقة اللي موجودة دي هي اللي بتخلي الإنسان يبقى بتنتقل. فطاقة الأمان دايما الطاقات الإيجابية أعلى بكتير من الطاقات السلبية. حلو كده؟ الطاقات الإيجابية أعلى بكتير من الطاقات السلبية. فكل ما أنا أبقى في قمة الأمان وفي قمة الاطمئنان الطاقة بتاعتي هتبهت، هتشع، هتتخلل كل ما في البيت لوحدي. يعني انا هقول لكم معلش، يعني مش عايزك تفهمها سلبي، ما تفكرش بان انا بتمنظر عليك ولا بتنطط عليك، بس والله دي حقيقة علمية. انا لاني عايش طاقة الامان وطاقة السعادة، انا لو بصيت في عيني بس كده او في الفيديو من غير ما تعمل حاجة هتلاقي الطاقة جات لك لوحدك، هتحس بحالة كده مريحة لان تركيزك مركز معايا فانت بتاخد من الطاقة بتاعتي، فتلاقي في حاله من الراحه، حاله من السكون، حاله من الامان من غير ما اتكلم اهو. يلا حتى لو كشرت. مجرد ان انت انتباهك مع شيء طاقته عاليه، يا شجره، عصفوره، سحاب، انتباهك بس للشيء اللي طاقته عاليه بينقل الطاقه اليك بس كده. فتخيل بقى لو انت عايش مع اولادك في البيت واخده في حضنك هيبقى حاسس ازاي. فالاول تعامل مع الخوف، انسفه عندك، حس الامان او حس الامان، وكورس الطاقه ده طلع لي كمان ريميننج دقيقتين، وكورس الطاقه موجود، شيل الامان من عندك، قصدي كورس الامان التام موجود في الاكاديميه. انسفي الامان خالص يا ام، انسف الامان خالص يا اب، حس الامان، وجودك مع اولادك هيديلهم طاقه الامان. يا رب اكون افدتكم باكبر قدر ممكن ان شاء الله. انا في اسئله كتير والله، انا عايز افيد اكبر عدد من الناس، بس ربنا يقدر الخير ان شاء الله. يوم الخميس القادم الساعة 6 مساء الإمارات هنطلع بإطلاق كورس الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي، وهعمل مفاجآت للي مش هيعرفوا يشتركوا فيه، هديلكوا تسريبات كتيرة كل يوم، كانت تسريبة 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 بإذن الله عشان تفيدكم إن شاء الله. هتلاقوها على السوشيال ميديا، على الستوريز بقى بتاعت الانستجرام والفيسبوك. لازم أقفل عشان أسيف الفايل. أراكم بكل الحب، يا رب يجعل كل أيامكم أمان واطمئنان وراحة على الدوام. خالص تحياتي وتقديري.